development of gastric duodenal ulcer. لو عايز اعالج duodenal ulcer احنا اتفقنا امبارح ان duodenal ulcer كلمة السر ان ال HCL هي اللي عالية. الجاستريك ulcer لا ال HCL normal. مين بيهايبو؟ بس بالصدف في degeneration ميكوزا. وبرضو ما يمنعش ان انا هدي العيان انسو. لو انا بتكلم على duodenal ulcer يبقى كل كلام موجه اني اقلل ال HCL. General measures ليه ايه بقى؟ physical rest and mental rest. دي مهمة اوي. physical rest and mental rest يعني لازم ذهنك ده يهدى. ما فيهاش الفكرة على طول كده مش كده ولا لا؟ وخد بالك لازم العين يعملها صح. يعني في وقت تقول له كفاية بقى عمال تفكر في المستقبل والدنيا والمش عارف ايه والالتزامات والمصاريف والفلوس والبتاع. فاهدى. في عين يقول لك طب ما انا بهدى اهو. انت فاهم؟ ما انا بهدى اهو يا ريتك ما هديت. لان وانا بهدى اهو ده هو كده يعني بيجيب على نفسه اكتر. انتوا فاهمين؟ فبالتالي ده المفروض ان منتال ريست مظبوط. ريح يا ستي. فيزيكال حاول ترع فريكوينت سمول ميلز. واكد قوي قوي موضوع السمول ده قلت لكم امبارح. افويد ايريتنت فود. ما تروحش برده كل السبايسي والاكسترا سبايسي والشطه والتوابل والفلفل والكلام ده. حضرتك اللبن تشرب ولا ما تشربش؟ لا ليه؟ ازاي ما اشربش؟ لا ازاي اشرب؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تطولش. يعني يستاذن البقرة. ما يطول يعني ما يطولش حتى. يعني في الاخر نشرب ايه؟ انا يعني التلاجة فتحتها وفي لبن. انا عيان ومش فاهمك. فتحت التلاجة يا دكتورة وطلعت اللبن. اعمل ايه بقى؟ برافو عليك. انا موافق كده. خد بالك الكهرباء. في طالب صعق ده. فهنا يقول لحضرتك زي ما الدكتورة جميلة بتقول. قالت لا يشرب لبن بس يشرب ايه؟ يشرب كمية قليلة. ده صح. اصل يا دكتور اللبن ليه الكلاين افكت. وبالتالي ليه اضيعه؟ انا لو عندي حموضة دلوقتي اول ما اشرب شوية لبن الحموضة تضيع فورا. ده خطير. بس المشكلة ايه بقى؟ ان اللبن في بروتينز والبروتينز اللي تزود HCL واللبن في فات والفات بيزود جاسترين والجاسترين بيزود HCL واللبن في كالسيوم والكالسيوم بوتنت ها لل HCL. اذا كل العناصر بتقول ان الاسيديتي هتزيد. وعلى فكره لو ابلاي تعال عندك شويه حموضه كده اشتري اي رايب ولا عصير ولا بتاع اللي في جبوده اول ما تشربه الحموضة راحت. لكن تعالى بعد فترة تلاقي نار في صدرك. نار في صدرك لانك actually زود. اذا انا استفيد باللبن زي ما الدكتورة قالت بالايه؟ بالالكالين افكت بتاعه. الامالجن اللي بيحصل. So انا النهاردة بستخدم some milks only. لازم نوقف سجاير وقهوة وبتاع والحاجات اللي ممكن تبقى ايه؟ بتزود HCL. طيب ايه اخبار ادويتنا؟ دي ستومك ودي برايتال سيل. البرايتال سيل اللي قدامي دي بيحصل فيها عشان نطلع HCL. عشان اطلع ايه؟ HCL. انا بحول ATP الى Cyclic AMP. والمعادلة دي عشان تتم بتتم عن طريق حاجتين. بروتون بامب اكشن ما بين صوديوم وهيدروجين وال H2 ريسبتور. وخد بالك H2 غير H1. H1 ده هيستامينك ريسبتور بتاع الالرجي. لكن H2 ريسبتور. جيت النهاردة قلت طب انا عايز اوقف ال HCL ده تماما. يبقى انا عندي اختيار. يا اما ادي H2 بلوكر عشان العب على المعادلة. يا اما بروتون بامب بلوكر يا اما انتزت. وبالمناسبه انا ممكن العب اثنين وممكن العب الثلاثه بس ما العبش دوايين في مجموعه واحده. ابقى مش فاهم مش كده ولا لا؟ يبقى انا من حقي العب على انهي مجموعه؟ من هنا بدانا الادويه. واول دواء هيظهر قدامنا هو السايميتيدين او التجامات. وحته فارما صغيره كده. السايميتيدين القرص كام ملي؟ 400. القرص 400 بياخد قد ايه؟ 800. يبقى بياخد كام قرص؟ قرصين. بس الحقيقه السايميتيدين اتلغى من العالم كله الا مصر. والعلمك موجود في بلدنا حقن كمان مش اقراص. يعني لما تيجي في استقبال قصر العيني قلت لها هاتي امبول زنتاك عشان الاستريس اللي عند العيان تقول لك ما عندناش زنتاك عندنا حقن سايميتيدين رانيتاك رانيتيدين. بتلاقي العالم كله بطلوا الا احنا. طب ليه؟ قال لك اصل بصراحه بصراحه العيان بتاعي العصبي ده لما بيجي يقرا البروشور بتاع الدواء بيقرا مصايب يا راجل. تخيل شاب من الشباب كده بديله سايميتيدين
تجمد كده بيقراه وبيبص عليه. لا واحد انه انتي اندروجين، يعني يعني ده ممكن يعمل امبوتنس، ده بيعمل جاينيكوماستيا، ده ممكن يعمل للعيان اوليجوسبيرميا. ايه ده؟ يجي يقول لك ايه الدواء اللي بصوا يا دكتور بيعمل ايه؟ وخد بالك يوم ما اقول له ايه يا راجل ايه 5%، انت فاهم؟ طب ما انا ممكن اطلع انا من 5%. طب ما انا كده بقيت باخد الدواء اندر ستريس، انا بقيت باخده خايف. فهنا اقول لحضرتك طيب ما هو يمكن برضو نكتبه للناس العواجيز، اهي مش فارق معاك الكلمتين دول صح ولا انا غلطان؟ عاملين حساب جاستريك كارسينوم اهو برضو حاطينهم معاك، فاهم ولا لا؟ يا دكتور طب البنات الصغيره ما هي برضو ما لهاش في القصه يا عم، عاملين حسابها منتال كونفيوجن، تبقى عامله زي عبيطه القريه. تخيل بنتي لبسوها كده خيمه ولا خله ولا بتاع ولا اي حاجه مني، ومقلوبه كده وماشي كده هبله بتعمل بايديها كده. ليه تاثير دواء؟ ويوم ما بتكلم اقول يا جماعه ده كله 5%. ايه رايكم التجميد يشتغل؟ طبعا لا، النهارده ما بنكتبش السايمتين ولا التجميد، فهو اتش2 بلوكر. اشهر اتش2 بلوكر الزنتاج، كلنا عارفينه. الزنتاج في الشارع، الزنتاج ادخل اي صيدليه، الزنتاج في بيتي دلوقتي اي مكان زنتاج. الزنتاج 150 مللي و300. طبعا انا ما بكتبش 300، بكتب زنتاج 150 وممكن اقول له خد قرصين صح ولا لا. هنا الزنتاج فيه مشكله، هو اتش2 بلوكر هاي وابقى انا عارف مجموعته، ان عشان ياخد اقل حاجه قرصين في اليوم، انا بديكم الاسعار اللي بشرح بيها من عام 2010، ان شريط الزنتاج ب 10 جنيه. لو حد بيقف في الصيدليه عرفنا بكام دلوقتي برضو والله اه يبقى 12 جنيه ب 10 جنيه، عارف 10 جنيه بس استنى بس 10 جنيه 10 جنيه 10 حبات، يبقى الحبات كام؟ بجنيه، اللي هي تبقى بجنيه و20 قرش. لما اكتب للعيان حبايه بجنيه و20 قرش ياخد حبايه الصبح وحبايه بالليل، ده معناه ان العيان ده بيصرف يومين 2 جنيه ونص زنتاج بس. لما يدخل عليك العيان على مدار 30 يوم العيان ده 75 جنيه مصروف زنتاج شهريا، ده كتير، ده كتير مش هزار. ده في ناس يا جماعه ما بهزرش في المستشفيات الحكومه، روح للعامل عشان انتوا بس بتقعدوا تعملوا، عايز تعمل خير روح لدول، روح للعامله اللي بتكنس دي اللي تلاقي عماله تلمع الحمام دي، تعالي يا حاجه اديها اديها. لان اسالها انت بتاخدي كام، والله العظيم ثلاثه اقسم بالله هتسمع رقم هتصعق، ممكن تكون مثلا بتاخد 120 جنيه في الشهر. يعني هي رايحه تشتغل فقط معتمده على الجنيه والنص جنيه والخمسه جنيه والكلاميات. طب ليه قابله؟ عشان انا موسميه، موسميه يعني نفسي اتعين بقى، فبيلعبوا على الحته دي ان اقعدي معانا كده لحد ما يفضى مكان واحده تخرج بقى نعينك. والله العظيم يا جماعه انا مره في القصر العيني بقول للطلبه عندي في ما بين الفرنساوي والقصر العيني اللي هي الترقه انطره صغيره كده، والله العظيم راجل قاعد بيبيع كراكيب، كراكيب يعني ماتور عربيه لعبه مش عارفه زماره بايظه بتاع كراكيب، يعني كراكيب ما تتباعش، وقاعد حاططهم كده وقاعد كده. والله العظيم قلت لهم بصوا انا يعني بس انا هقول لكم على عمل جميل ممكن تعملوه. عدوا على الراجل ده ورضوه، والله العظيم يا اولاد رضوه، لان الراجل ده قاعد وحاطط حاجات قدامه لا يمكن تتباع، بس روحوا رضوه عشان تغرزوا جواه معنى واحد بس. والله والله اللي ممكن ان الراجل ده قاعد اكيد بيقول يا رب يعني ارزقني صح. طب ايه رايكم تيجي نرسخ العقيده دي جواه بالحركه دي؟ بس هو ده اللي يستاهل يا جماعه. احنا بندخل ناكل بيتزا، ناكل بيتزا والله ما بندفع قد كده اقول لك ايه، بس احنا بنروح للناس الغلابه اللي بتبيع قطر بلاستيك لعيل ونقعد نفاصل معاهم، اقسم برب العزه والله العظيم بنقعد نفاصل معاهم. لا بتاع وتبقى انت واد ذكي يعني قال انت يعني سرقوا يعني تمام يعني اقول لكم ايه بس. لا ده في ناس غلابه بزياده فبالتالي النهارده لما اكتب زنتاج لواحد بالمنظر ده ويجي يقول لي انت كاتب لي ب 70 جنيه زنتاج في الشهر، ده انا بقبض 100 جنيه، خد ال 100 جنيه واصرف علينا انت، انت عارف؟ هي كده عارف هتروح لرئيس الدوله تقول له خد مصروفنا خد مرتبي واصرف انت علينا، يعني ورينا هتعملها ازاي؟ ما هو صعب. عشان كده اكشولي اصبح الزنتاج غالي بالنسبه للناس ايكونوميكالي غالي. الراليتي اللي فهمت دين انتودين، انتودين ده اخر حاجه ظهرت، واخر حاجه دي من سنه كام بقى؟ كنت انا امتياز يعني 97
97 لقيت واحد داخل علينا خير يا ابني، قال لي انا عندي دواء اسمه انتودين. برضو الميديكال ريب لازم يكون عنده ذكاء، لما بيبدا الامتياز في شهر 3 لازم يجروا ينكبوا على الاطباء، لان طبيب الامتياز الصندوق عنده فاضي ما عندوش حق. يعني لو قلت له دواء بسله هيعرف ان البسله ده اهم دواء في العالم دلوقتي، ما عندوش اي حاجه، فبالتالي ده اللي تلعب عليه، ده اللي تروح ترمي جواه الدواء. فجالنا واحد، وبصراحه الواد كان 10 على 10 يعني، كلنا قاعدين كده بالبلاطي كده ومتكيين كده اهو جداد لسه، ولاد دخل ثبتنا بصراحه، دخل دخله حلوه يعني، ملزمه الم مش عارفه ايه. مره واحده لقينا حاجات قدامنا حلوه كده، اؤمر يا باشا. قال يا جماعه في دواء اسمه الانتودين، احنا نسمع كلنا على الزنتاك، وانا عشان امي بتتعالج من الانظمه انا عارف الزنتاك. الانتودين ده ايه يا ابني؟ قال لي ده اتش 2 بلوكر. الانتودين يا جماعه ده احسن دواء دلوقتي. قلت له احسن من الزنتاك؟ قال لي احسن من الزنتاك. قلت له طب اديني عينه، قال لي خد اتنين. قلت له بس سامح عشان هديهم للحاجه، والله لو جابوا نتيجه لعيش طول عمري اكتب لك الانتودين ده. الانتودين الفاونوتيدين كان بكام؟ كان ب 9 جنيه بس الشريطين، خد بالك الشريطين يعني شريط بكام؟ 4 ونص، في فرق. لان الصيدلي لو مش واخد باله غبي حبتين هيجي الواحد يقول له انا الزنتاك، هيقول له لا ده انا عندي انتودين. خد بالك الصيدلي واخد اوردر وزع لي من ده عشان في محروق هتاخده، يعني شغل بيزنس ومش حرام، انا ما بتكلمش في حرمانيه. النهارده بقول لك عندي برودكت حاول تعرضه للناس، لو عجبهم واشتروه كذا مره، لو فات 5 علب خده من ايديا، ده ما اعتقدش ده فيه اي اكرام. لكن ما تبيعش دواء غلط او دواء حرام او دواء بسعر عالي يعني وات ايفر. المهم الانتودين ده خدته ودخلت على الحاجه خلاص بقى، وبخبط كده الباب كده وايه، وداخل كده ايه يا حاجه تعالى خلفتي شنو يا دكاتره؟ طب ما احنا جايين لك دكاتره اهو، تعالى يا حاجه خدي دواء هيخفف القرحة. امي طبعا يا والده الدواء بصه كده، ده عينه مجانيه، وراحت راميها. قلت لها ماما ماشي وعينه مجانيه يعني عليها علامه حرام؟ عينه مجانيه انا استاذنت. قلت لها دي الحاجه يعني مفيش مشكله. قالت لي ايوه يعني ليه؟ قلت لها بدل الزنتاك. قالت لي يعني ده كويس؟ قلت لها اه. قالت لي يعني لازم اخده؟ قلت لها ماما ما خديه. طب هات هاخده يا ماما، الخلقه بالمنظر ده مش هيشتغل. هاخده هات اهو يا ماما، ما هو كلمه هات اهو افهم، يبقى كده بتاخده اندر ستريس، يبقى كده ايه مش هيشتغل، انتوا فاهمين؟ طب اهو انا مبسوطه هاخده يا ماما. انت مبسوطه من بره لكن جواكي انت مش مبسوطه، انا حاسس بكده. وطبعا الدواء فشل يعني فظيع يعني، ولا اشتغل ولا عمل. لان مهم جدا تلعب على العيان حته سايكيك مهمه جدا. انا ما امي ما تستريحش غير لما الحموضه تجيلها، تتعب اخدها اقعد انا وهي، ابقى قاعد على السلم كده مستني الدكتور ساعتين، اول ما ندخل له انا عارف السيناريو. يا راجل ده كنا بنشتغل اسيستنت للاساتذه، كان يقول لك يا ابني اهم حاجه تعرفها الادويه اللي خدها العيان قبل كده، ما يصحش اكررها. فطبعا امي تديله زنتاكو بتاع الادويه بتاعتها، تدخل له جوه يبص على الورق، اه دي خدت زنتاك، طب يلا نكتب لها بقى بديل اي حاجه من اللي في السوق يا ابن اللذينه، ويلعب بقى. يا حاجه انت بتاخدي الزنتاك؟ اه. اللي الورقه الذهبي دي؟ ايوه يا دكتور. الست ده بقى قديمه قوي، خد بالك هو كاتبه للي قبليه. ايوه يا دكتور، ما عشان كده ما جابش نتيجه. ايوه يا حاجه، انا بقى اكتب لك دواء، اول مش تاخدي القرص، تشوفي القرص. لو شفت القرص هتلاقي الحموضه دي بتروح. قلت له والله يا دكتور بقيت اخف، والله بدات اخف. يعني اللي عايز اوصلكم ليه ان اصعب عيان تعالجه ابوك وامك. ده بجد اصعب عيان تعالجه الحاج والحاج نيفر. فبالتالي انت بالنسبه لهم صعب، عشان كده حته الادويه وانت بتكتبها لازم تلعب حته سايكيك شويه على العيان. طيب الفاموتيدين انتودين سوق وقع لان ما خدش الشهره، ووقع ليه؟ لان الشركه غبيه مش فاهمه الدماغ المصريه. النهارده لما تروح تبيعه ب 9 جنيه هيجي الراجل يقول لك يا عم ادينا ابو 10 ما جاتش على الجنيه، لانه مش فاهم ان ابو 10 جنيه 10 حبات، لكن ابو 9 جنيه يعتبر 20 قرص، صح؟ لحد ما اخيرا بداوا يعملوا شريط ب 4 جنيه ونص عشان يفهموا البشر اللي دماغهم زينا. حضرتك المجموعه الثانيه اسمها بروتون بامب بلوكر، زي الاوميبرازول او الاوميباك او اللوزيك. خد بالك الاوميبرازول اوميباك لوزيك ده المصري،
في منه المستورد. تخيل المستورد برضه انا بودي اسعار 2010 بكام المستورد؟ القرص ب 10 جنيه. يعني العيان بياخد قرص كل يوم الصبح 10 جنيه. بجد يا جماعه تخيلوها، لما تروح تجيب المستورد من اللاصق ده 150 دلوقتي القرص، 150 العلبه يعني، هم كم كانوا كام؟ يعني 10 جنيه قصور برضو يعني، والمتوسط 10. انا عايز بس اوصل لك معنى انك كل يوم الصبح بجد عيش دي، مش انك تاخد قرص. كل يوم الصبح بتصحى تمسك 10 جنيه تقطعها، كل يوم مدى الحياه، كل يوم في ال 10 جنيه بتاعت النهارده اللي هقطعها يلا عشان اقطعها عشان الحموضه تهدى. صعب قوي، لا صعب. فبرضه الادويه غاليه يا جماعه، ما ينفعش الحاجه زي كده للناس دول. And so الاوميبرازول هو بيجيب اسيديتي اب تو زيرو. في ناس فاكره زيرو يعني يبقى كلورو هايدرو، لا هنا زيرو اب تو نورمال، اب تو نورمال ليفل. زيرو ليفل يعني نورمال ليفل. الانتاسيدز بقى اللي هي المجموعه دي بقى اللي حضرتك بتلاقيها موجوده معاك، يضربوا بره الاخوه كشري يقوموا جايبين الفوار فروت، يقوموا ضاربين مش عارفه الايه اللي بتاخد الكيس بتاعه كده ايه على الفك عشان ما فيش فكه. حضرتك هنا الفوارات دي هي تركيبه مادتين، مادة اسمها ألومنيوم هيدروكسيد جل، ده بيعمل كونستيبيشن. اكتب فوقه كده كلمة كونستيبيشن، ألومنيوم هيدروكسيد جل بيعمل كونستيبيشن. المغنيسيوم أوكسيد وده بيعمل دايريا. دي أكتر حاجة يمكن كانت في جيبي على طول، الجلايكوديل. راس كده اسمها جلايكوديل، أنا بحبها قوي. يعني بفضل الله بقى لي فترة ما فيش الأسيديتي دي. يعني حصل ويت ريدكشن عالي قوي في الفتره اللي فاتت فضل الله، فبالتالي ما عنديش قوي الموضوع ده، لكن كان الجلايكودال ده في جيبي على طول. شويه ستريس اسيديتي بعد حتى فنجان القهوه جلايكوداله حته كده زي النعناع. انسو حضرتك من ضمن شغل الادويه الهيليكوباكتر، واتفقنا الهيليكوباكتر بقت اعلى نظريه دلوقتي، مظبوط كده؟ الهيليكوباكتر بندي ثلاثيه، المترونيدازول الفلاجيل والتتراسايكلين والكلايبيسماسيت. كلويد بسماسيت ده اسمه دينول، اسمه ايه؟ حضرتك كاتب تدخل جراحي فوته، حضرتك كاتب تريتمنت اوف كرونيك جاستريك ألسر، حضرتك قال ان الكرونيك جاستريك ألسر زي ديودينال بالظبط، بس انا نيتي هو اني اقلل الاسيديتي للنورمو او الهايبر، بس انت كاتب كلام وايه وبي وايه الحوار ده؟ الحوار ده حاجه واحده، ان عيان الجاستريك ألسر بريكانسرس، وبالتالي لما تعمل العيان اندوسكوبي يمست تو تيك بايوبسي، يمست تو تيك بايوبسي، ولما تعمل بايوبسي للعيان بص على نتيجته، ولما تعمل تريتمنت للعيان تعالى بعد فتره ان شاء الله كل شهرين تروح تعمل له مره ثانيه اندوسكوبيك بايوبسي عشان تطمن ان العيان ده خف ولا لا، لان من الكرايتيريا اوف مالجنسي ان الالسر ما يعملش هيلينج. يعني يقول لك الالسر بيريزيست تو هيل، اتوقع مالجنس وهو بري كانسرس. ده الحوار اللي مكتوب في شويه دول. بعد كده قلت لحضرتك انا لازم اكتب سايتو بروتكتيف دراجز، السايتو بروتكتيف كولويد بسماسيت الدينول اللي انا لسه قايله من شويه مع الهيليكوباكتر. الدينول ده جميع قوي يا جماعه، جميل قوي، بروتكتيف كود، ياخدوا العام كده كانه بياخد لبانه تلزع الالسر. الله، شوف حتى الالسر قلنا امبارح قلنا ده سيروزا، ده سيروزا اونلي. تخيل حته بس ميه نار تنزل في سيروزا كده صباح البرفوريشن، يا نهار ابيض. بكتيريو ستاتيك ساكرال فيت جاسترو فيت، ده برده من الادويه المشهوره قوي. بيبسين انتاجونست يعني ايه؟ قال لحضرتك البروستاج جلاندين. السؤال هو البروستاج جلاندين حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلوه وبيزود فاسكولاريتي، لدرجة يقول لك العيان ده لو انا اديت له الجاستروفيد ده بيزود البروستاجلاندينز. وعايز اقول لك على حاجة بالمناسبة، أكتر حاجة طبيعية بتزود البروستاجلاندينز ايه؟ العرق سوس. صح، العرق سوس. العرق سوس من الحاجات اللي فعلا مريض القرحة لو شربها بتبقى بالنسبة له فيري جود، لأنها بتعمل له سايتو بروتكتيف كود هايلة قوي. طبعا تعالوا بقى نترجم الموقف. نترجم الموقف إن حضرتك طبيب طوارئ، معظم مرضى الالسر ما بيردوش يعملوا مناظير، اديني ميديكال تريتمنت يا دكتور. فهنا الدكاتره بقت بتشتغل يا جماعه على الايه، على يعني
حوط يا واد على المرض، فيقوم كاتب له مجموعه الادويه اللي قدامكم دي اي حاجه بلس ان يروح كاتب له جاستروفين، ما هو مش عارف اللي عندها دي ما هي جاستريك ولا ديودينال اي دونت نو، يقوم ماشي على الاثنين على طول. طبعا لو انت راجل مور سبيسيفيك لازم اطلب هيليكوباكتر، ما بيطلبهاش غير اساتذه الجامعه، لان ما ينفعش عام دفع كشف ب 30 جنيه وداخل لك ده عيان دكتور بطنه هيقول له اعمل لي كشف هو 200 جنيه. لكن الهيليكوباكتر لو طلع بوزيتيف فعلا اعتبر انك خفيت بنسبه 99%. اللي بيطلبها الحقيقه اساتذه الجامعه، لان هو الراجل الساينتفك كمان حقه يطلبها، ما انت دافع له كشف ب 300 جنيه يعني. الهيليكوباكتر لو بوزيتيف اشتغل عليها، واعتقد انتوا فهمتوا جروبس دلوقتي اللي بنلعب عليه، اذا انتك ما جابش راحت لدكتور تاني غير يا واد اذا انتك باللي مش عارفه ايه وهكذا جروبس. طيب موعدنا نور لو سمحت. بصوا معايا، ولاد ده اسافجس ودي ستومك، النيرف سبلاي ده اسمه فيجاس، انتيريور فيجاس وبوستيريور فيجاس، وده اسمه البارايتال سيل، والانتيريور فيجاس بيديني هنا برانش والبوستيريور فيجاس بيديني برانش، ده اسمه هيباتو بيليري، ده رايح لمين؟ لجول بلادر، وده اسمه ايه؟ سيليا. Anterior vagus دي اسمها البارايتال سيلز. انا النهارده جيت جراحيه، امتى تدخل جراحه لعلاج القرحه؟ قال لك ادخل جراحه نمبر 1 اف كومبايند ألسر، اف كومبليكيتد ألسر، اف ريزيست تو تريتمنت، اف ريكرنت افتر ميديكال تريتمنت. في فرق بين اللي بقوله. تعالى النهارده في حاجتين انا كنت حافظهم، كبر كب يعني سي سي كبر بي بي ار ار، انا قلت دول كومبايند او كومبليكيتد، ار ار ريزيست ريكرنت، البي بي هي بور بيشنت او بور كومبلاينس. يعني ايه بور بيشنت؟ فقير. يعني ايه بور كومبلاينس؟ يعني ان ويلينج تو تيك تابلتس، يعني قدرته انه ياخد اقراص على طول مش شغاله. يقول لك هاخد قرص وبتاع، انا ما فيش دواء يخلص، فيش عمليه تخلصني، يبقى هنا انت بتشتغل على دي، فاهمين يا اولاد؟ اند سو كومبايند جاستريك وديودينال. ليه بقى؟ ليه؟ لان اخطر نوع اكيد. انت فاهمه دي؟ يعني ولا الاحسن اعمل تدخل جراحي. وانس لقيت الاثنين احسبيها، معناه ان السيجاره اللي بيشربها العيان عملت له اسيديتي وديجنريشن للجاستريك ألسر ميكوزا، ما هو الاثنين كومبايند جاستريك وديودينال. يبقى افضل شيء النهارده ان انا اعمل لهم الجراحه، متفقين؟ بصوا بقى يا سعاده الباشا، انت تعمل جراحه ايه؟ رجعت قلت هو مين اللي بيطلع اتش سي ال يا رجاله؟ قلت لي البرايتال سيل اللي جاي من فيجاس، قررت ان انا اعمل حاجه اسمها فاجاتوم، وقلت ان الفاجاتوم دي هعملها ترانكال، هعملها ايه؟ ترانكال فاجاتوم. يعني ايه ترانكال فاجاتوم؟ يعني هقص الترانك. انا لو قصيت الترانك اكيد هقلل الاتش سي ال، بس خد بالك ان الفاجاتوم الترانكال دي ليها ثلاث مشاكل. أول مشكلة، أول مشكلة حضرتك ضيعت الهيباتو بيلياري، فأنت عملت حاجة اسمها بيلياري ديس كاينيزيا، يعني خلل في العضلة. ديس كاينيتيك، الموتيليتي باظت. طبعًا هيعمل ستون. مش جاي يقول لك ستون أفتر ترانكال فاجاتوم. اتنين، ضيعت لي سيلياك، يعني ضيعت الموتور في الانتستين. يحصل ديستنشن، يحصل كونستيبيشن للعيان. لما نقول ديستنشن. امال ايه المشكله الثالثه؟ المشكله الثالثه ان حضرتك الموتور باور ده بتاع البايلورس توقف. يعني تخيل الموتور وقف قفش. يعني النهارده البايلورس الموتيليتي بتاعك مين؟ قال لي الكراوز فوت، قلت له اقفل ما تفتحش. فهيحصل حاجه اسمها باي لورو سبازم. والبايلورو سبازم دي انا خدتها لوحدها ليه؟ لان بايلورو سبازم اول ما يحصل سبازم للبايلورس الاتش سي ال اللي المفروض انه قل
بدأ يتحبس في الاستومك يبقى زاد ولا لا؟ وهتحصل ريكارنسي مرة تانية بسبب هذا البايلورو سباسم. فكروا، طب ما تيجي نعالج البايلورو سباسم. بيعالجوه بطريقة من اتنين يا ولاد، يا إما أمسك البايلورس أوسعها وأي توسيع لأنبوبة إن شقها بالطول وخيطها بالعرض، ودي بيسموها بايلورو بلاستي. بايلورو إيه؟ هات أي بنطلون عندك، البنطلون شق بالطول يا ولاد، شقيت بالطول نقطة إيه بي؟ ها؟ امسك البنطلون ده دلوقتي افتحه كيس، يعني الشق ده، الشق ده خليه دلوقتي يضمه كيس وخيطه بالعرض، وسع ولا لا؟ دي اسمها ترقيع في البايلورس اللي اسمها بايلورو بلاستي. وفي دكاتره عملت فكره تانية، قال لك ما تيجي ناخد الاستومك بعد عمليات الفاجاتو ونعمل جاستروجوجينال انستموزس. قال لك ليه جاستروجوجينال انستموزس؟ قال لك عشان ال HCL المحبوس هنا ينزل، ودي بيسموها جاسترو جوجو نوستومي. الكلام ده يمكن سمعتوه قبل كده، اكيد بطنه يعني. اذا اي ترانكر فاجوتومي لازم اعمل درينج بروسيدير. درينج بروسيدير يعني طرق اقدر اسحب بيها الاتش سي ال، يا بايلوروبلاستي يا اما جاسترو جوجو نوستومي، واحده من دول لازم تتعمل. فكرنا قلنا طب ما تيجي يا دكتور بدل ما اعمل ترانكر فاجوتومي اعمل سيلكتيف فاجوتومي. قال لك يعني ايه سيلكتيف؟ قال لك يعني اقص الفيجاس بعد ما يكون ادى برانشات الهيباتوبيلياري والسيليا. ايه رايك؟ ايه رايك صحيح؟ طب ما انا النتيجه هاخدها. وهنا اسالكم، مشكله واحد بتحصل؟ اثنين؟ ثلاثه؟ يبقى انا مضطر ان انا اعمل برضه درينج. قال لك طب ما تيجي نعمل فكره اسمها هايلي سيلكتيف سوبر سيلكتيف. عارف انت انا عايز طبق لوكس سوبر هاي. قال لك الهايلي سيلكتيف ده اني اسيب كل الفيجاس وراح اقصص مين؟ البرايتال بس. اقصص البرايتال، لما اقصص البرايتال يبقى اكيد البايلورو سبازم مش هيحصل، واصبحت الهايلي سيلكتيف اوبريشن نو درينج بروسيدير. صح ولا لا؟ عمليه حلوه والله، والله عمليه حلوه. بس الحقيقه لما جم يعملوا الهايلي سيلكتيف السوبر سيلكتيف البرايتال سيلفا جوتو، شوف بيقولوا ايه برايتال سيلفا جوتو، لقوا ان العمليه صعبه، لاني اقدر اقص البرايتال من قدام من ورا. لا انتوا عارفين لما بيجيبوا سؤال للبنات ويقول لهم ستومك بيت، هو ومن ايام زمان ستومك بيت، هو مش غلاسه، هو فعلا اخطر استراكشر بندخل عليه واصعب حاجه هي الاستومك بيت. يعني اي حاجه كجراح في الاستومك بيت بتبقى بالنسبه لي ماساه، اني ارفع الاستومك دي عشان ادخل ورا وضيسكت اشتغل في البنكرياس واشتغل في فيري ديفيكالت. عشان كده بيقول لك ايه مين اللي في الاستومك بيت؟ طب النهارده لما تعرف ان البوسير فيجاس ورا يبقى انت مضطر النهارده تفتح استومك بيت. صعبه العمليه دي يا اولاد، صعبه قوي. وبرغم انها الاكسبتد وما زلنا في بلدنا بنعمل ترانكال فاجوتومي هي الاكثر الاشهر. ترانكال ليه؟ انت بتقص. جه الدكتور عبد الرحمن بيه قال لي ما نعمل والله سيلكتيف، قلت له اصل يا عبدو عشان تعمل سيلكتيف يبقى انت محتاج تشوف البرانشين. قال لي اه، قلت له احنا ما بنشوفش حاجه ولو حاولت اشوفهم اتقطع. يبقى انت وانس لقيت ترانكال فاجوتومي انت بتقص، طلعت فوق طلعت تحت الله اعلم. فاهمين دي ولا لا؟ لكن ما حدش يقدر يلعب عليها، ما حدش يقدر يدور على برانشين بنكله زي الايه الجوالدر كده، حاجه كده معروف بتتقطع يعني. كل دي قصه باجوتومي بانواعها. جه الدكاتره قال لك طب ما انا عندي فكره ثانيه، اسيب الفيجاس زي ما هو والعب انا على الانترم ده. العب على مين؟ انا لو لعبت على الانترم يبقى انا كده جبت جي سيل، يبقى انا عملت ابولش للهرمونال فيز. ما انا يا ابولش للنيرفس فيز يا ابولش للهرمونال فيز. قال لك انا بلعب على مين؟ ها؟ قال لك يجيب نتيجه؟ قال لك يجيب. قال لك يعني تشيل كم المعده؟ قال لك 50%. كم في الميه؟ قال لك اذا انا هجيب الاستومك واشيل 50%. ادي لي نمو وده اتشال ودي سميناها هيمي جاستريكتو. طب لما اجي اشيل 50% انتريكتو
هيميجاستريكتو. توصل ازاي يا دكتور؟ هذه هي المشكلة. عشان اسحب دي اوصلها بقت مشكلة. وبالتالي افطر البارشال جاستريك سوري افطر الهيميجاستريكتومي بعد ما بنشيل ال 50% اصبح لازم اعمل اناستوموزس للعيان. طب الاناستوموزس ده تعمله ازاي؟ هل ينفع اسحب ديودينام ولا ما ينفعش؟ اهدي بقت مشكله. طبعا هنا انا كاتب ان ينفع ايه؟ لو انا قفلتها اعمل جاسترو ديودينال اناستوموزس. بس في نقطه، هل انا لما اعمل جاسترو ديودينال اناستوموزس افرض عياني عنده جاستريك ألسر، عنده ايه؟ يبقى انا شغال في مين؟ جاستريك ألسر. العيان بتاع الجاستريك ألسر انا مشكلتي ان القرحه هنا، ينفع اشيلها؟ قال لك لا. طب اسمعوني كده يا اولاد، اسمعوني في الروايه. في واحد خواجه اسمه بيل راث. اسمه ايه؟ بيل راث. بيل روز ده قال لك انا اول واحد هفكر في العمليات. هتعمل ايه؟ قال انا هعمل للعيانين دولت عمليه اسمها سبتوتال جاستريكتومي. سيبكم بقى من ده، اسمعوا روايتي انا. قلنا له سبتوتال جاستريكتومي ليه يا بيل روز؟ اسمعوني بيل روز، الله يكرمك، سيبك من الكتاب. قال لهم انا هعمل سبتوتال جاستريكتومي، ليه؟ قال لهم هو الجاستريك ألسر، ليه نعمله فاجوتومي؟ قلت له معاك حق، هو الاتش سي ال مش عايز. قال لي طب ايه رايك لو حبيت اعمل لكم عمليه بس العمليه دي اسمها سبتوتال؟ قلت له سبتوتال هتشيل كام في الميه يا بيلاروس؟ انا بدردش. قال لي 85%. يبقى متبقي مين يا ولاد؟ 15. هتوصل ديودينام بال 15؟ قال لهم صعب. راح موصله بمين؟ بالجوجينام. وقفل ديودينام. طبعا علشان يتخلص من الموقف دوت فوجئ بان الاسيديتي بتاعت العيان بلس الكومن بايل داكت والبنكرياتيك سكريشن بداوا يعملوا حاجه اسمها ديودينال بلو اوت. انفجر الديودينام، ولما انفجر الديودينام خرج الفايل البريتون وعمل بيلياري بريتونايتس والعيان مات. يعني اول خواجه التاريخ ذكره بيلروس، بيل راس. فبيلاروس 85% عمليته لعلاج مين؟ الجاستريك ألسر. او في دماغه انه يشتغل على جاستريك ألسر. اي ميد ميستيك، انا اسف بعتذر، سامحوني ارجو. للديودينال ألسر، معلش بعتذر. طب انت ليه تشيل 85؟ قال عشان انا عايز اشيل البرايتال سيل كلهم، افهموا. يعني قال لك اشيل البرايتال سيل بايديا، اكحتها انا بايديا. بدل ما اعملها فاجوتومي، ما تعملوش فاجوتومي بيلاروس، بيلاروس. انا بعتذر. من حق يعني. بيلاروس قال انا هشيل 85% عشان انا هدفي اني اشيل كل البرايتال سيل جراحيا بدل ما اعمل لها دينرفيشن. اوكي عدلناها كده، انا كده ساتسفايد. عملت ايه؟ قال 85%. قلنا العيان مات، يبقى كان احلى ان احنا نعمله مين؟ انفاجوتو. الراجل ده قاعد في السجن، ما هو بيلاروس موت عيان وهو قاعد في السجن قاعد يفكر، وانا العيان بتاعي ابو 85% مات ليه؟ انا كنت عملتها له عشان اشيل البرايتال سيل اللي بتطلع اتش سي ال. اسمع بقى، قعد يفكر قال اصله مات بسبب البيلياري بريتونايتس. قال يا ريتني كنت اقدر اسحب الديودينام ده اللي انفجر لحد الاستومك. الراجل عاش يعمل دراساته. قال لك تيجي نجرب ان بدل ما اقص 85 اقص 80؟ لا ما ينفعش. طب اقص 70%؟ ينفع دي؟ لا لا. طب اقص 65%؟ الاجابه طلعت اه. قال لا، يعني لو انا قصيت من المعده 65% ينفع اوصل جاسترو ديودينال وما يموتش العام بالبريتونايتس؟ الاجابه اه. عمل مؤتمر، تعالوا لي انا بيلروس اللي شال 85، انا بيلروس اللي موت عيان، لكن انا النهارده خارج لكم بعمليه جديده. افهموا الحوار اللي هيحصل دلوقتي. انا راجل خارج لكم بعمليه بشيل 65%. قالوا له يا بيلاروس ادي اسوفيجاس وستومك وانت عايز تشيل 65. سؤال،
انت لما كنت شلت زمان 85% انت كنت بتشيل البرايتال سيل صح يا ولاد؟ طب النهارده لما تشيل 65 يبقى انت سبت بقيت مين؟ البرايتال. اضطر ان انا اعمل لها فاجوتومي. طب ما طالما كنت هعمل لها فاجوتومي طب ما كنت اعمل لها انتريكتومي وخلاص، يبقى اعمل انتريكتومي يبقى ال 50% احسن من 65. انا استفدت ايه بكلامك؟ قال لهم لا انا هسالكم سؤال كبير، انا قبل ما ادخل السجن كنت حضراتكم بتعالجوا الديودينال انسر بالفاجوتومي يا الانتريكتومي اللي هي 50% اللي فيها جاسترو ديودينال، وانا لما حبيت افتكس قلت لكم حكايه البيلروس بتاعتي 85 واتسجنت. لكن قبل ما ادخل السجن انتوا كنتوا بتعالجوا الجاستريك انسر ازاي؟ بتعملوا له فاجوتومي؟ قالوا له بس بصراحه دي الشيء مش عالي قوي عنده. طب بتعملوا له هيمي جاستريكتومي اللي هي 50% بتاعت الديودينال دي؟ قالوا له لا. قال لهم طب انتوا كنتوا بتعملوا له جراحه؟ قالوا له ما كناش بنعمل لان احنا خايفين نشيل جزء من الاستومك اللي فيه الجاستريك انسر، وحضرتك عمليتك زي ما انت عملتها 85 فشلت. قال لهم طب لو انا قلت لكم ان ينفع 65 دي يا اولاد اللي هي بارشال جاستريكتومي، انا اقدر اشيل الجاستريك انسر واقدر اوصل جاسترو ديودينال. يعني هو لبس في عمليه غلط في ديودينال بس خرج لهم عمليه باسمه جديده اللي هي بيلروس 2 اللي هي هتبقى 1 يعني بعد كده. بيلروس 1 دي لما طلب منهم قالوا له خليني دي 1. بيلروس 1 هي العمليه يا جماعه اللي بتتعمل الجاستريك ألسر اللي بيشيل فيها 65%. لدرجه بين الرتبه للطالب كالاتي، هتعمل انتريكتومي فقط لديودينال ألسر كم في الميه؟ 65. والانستموزس هتعمل 65%؟ يبقى حضرتك للجاستريك ألسر اسمها بارشال جاستريك. والانستموزس جاسترو ديودينال. اكسلنت. هنا بقى اللي بيلروس كسبنا، ليه بيلروس 1 دلوقتي هتعمل 85%؟ لا ده زمان هيستريكا. بيلروس 2 دي اللي كان حضرتك جاسترو ديودينال انستموزس ومات العيان. التاريخ ده كله لاستئصال اجزاء المعده لازم تعرفه، ولازم تعرفه في الاخر ان انا بدور حوالين عمليه من اتنين دلوقتي كدكتور وائل، يا فاجوتومي ودرينج يا انتريكتومي 50%. حبيت اعالج جاستريك ألسر لا املك سوى البارشال 65 بس. واقفل على كده البرنامج وتعالوا بصوا. طب امر على دول مره دي، امر مره كده بعيني بس. انا معايا السي سي والبي بي والار ار انديكيشن. دخلنا على الفاجاتوم ترانكل ولاد الفوكس اهو. دينيرفيشن ديستنشن ديسكاينيزيا بايلورو سباست، قررنا نعمل فاجاتوم او بايلورو بلاست سيلكتيف. حد يا جماعه ليه كلام في الورق دلوقتي؟ اللي بعد هايلي سيلكتيف. قول يا حبيبي ال ايه ايه؟ لا ما هي الكومن سايت فين؟ قال لك عند الليزر كير. فين بالظبط؟ ما بين البادي والانترام. الانترام ده طرف ال 50، يبقى لما تبقى عند طرف ال 50 يبقى 100% 65 اكيد واخدها. اوكي. ريدكشن ليه يا فندم؟ اللي هي في انهي عمليه معلش؟ اللي هي الانتريكتومي اللي هي دي مالها؟ ها؟ 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 انا فاهمه، يعني هو عايز يقول انا عملت ترانكال فاجوتومي المفروض ان الاتش سي يبقى صفر صح؟ لا، الترانكال فاجوتومي انك مش بتقطع الاتش الترانك فعامله زي هي فيشه الكهرباء الواحده للبرايتال سيل، انت بتقطعه بس في سب ديفيجنز بتبقى شغاله انت مش حاسبها. يا فندم ده كاني بالظبط بقول لك ايه؟ الاستومك دي شبكه ومن جواها بليكسسز. فانت النهارده لما بتقفل الـ 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 الخط اللي فوق اللي ماشيين دلوقتي فيهم المينيوت ده مع تاثير الجاسترين يعلوها. لكن مش لدرجه ال 100%. طيب السلكتيف الهايلي سلكتيف السوبر سلكت، الكلمه دي مهمه. مقتنعين نو درينج ولا لا؟ الانتريكتومي اللي انا بشيل كام في الميه؟ 50%. وال 50% اتسجلت انتريكتومي، ودكاتره كتير بتعمل انتريكتومي بلس فاجاتومي.
بيلرس 2 تاريخ 85% واتلغى، وكان الوحيد اللي جاستروجينال، ولان بيدي مشطوبه لان التاريخ اساسا خلاص دي عمليه تاريخيه. جينا انتقلنا لعلاج الجاستريك، بص كاتب مين؟ بيلرس 1 نقطه. البيرفوريشن سؤال تحريري. اولا البيرفوريتد ألسر هي كومن جينال ولا جاستريك؟ البرفوريتد ألسر كومن جينال ليه؟ انا سهل قوي قلت لكم امبارح هزود لك اتش سي ال، لكن صعب جدا ان اعمل لك ميكوزال ديجينيشن فجاه، ولو عملتها فجاه ابقى عملت لك اكيوت ألسر اللي هي الورقه اللي فكروني. ها عشان كده البرفوريتد ألسر هي غالبا ديودينم اخطر اكتر. طب مين اخطر؟ قال لك جاستريك. ليه؟ لا لا انا بقول البرفوريشن اخطر في الم... في ال... في الاستومك. ليه؟ مش عشان دي بتعمل كانسر، عشان الكونتنت اتش سي ال ميت نار، لكن الديودينم الكونتنت بتاعته مهما كان في بايل الكالي مش كده. طيب ايه اللي يعمل برفوريشن او بليدنج؟ قال لك اللي يعمل برفوريشن هو اكسس، اكسس اكسس وري الخوف. احنا ما بنخافش ماشي يا عم، بس ما تروحش تدخل لي فيلم رعب وانت عندك ألسر مش كده ولا انا غلطان؟ فبالتالي الاكسس وري الخوف، مطلوب ان انت تخاف من الامتحان بس برضه ويزن ليميت. الاكسس وري الاكسس ورك يا راجل قلقتنا، يعني المذاكره جامده جدا 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 بتعمل قرحه. طب مش تقول يا راجل الاكسس وري الاكسس ورك، بمعنى ما بقاش انا شغال وانا تعبان النهارده وشغال طول اليوم عشان اسيبكم المفروض اريح، لا لسه هطلع على العياده عشان اخلصها بجهز سجل عمليه. كان في حد كلمني امبارح، اسف كنت في عمليه، كان اخت فاضله وقلت لك كلمني بعد شويه ما كلمتنيش، معلش يا سامعاني اكيد كانت طالبه مني حاجه يعني، فمعلش اتكلمنا يعني انا اسف، شكلها طمست وغابت ولا ايه مش عارف. اوكي المهم يعني وكيلك عمليه كده ولا بتاع وستريس وتروح عشان تنام كام ساعه يا ابني حياه مليانه ستريس. اذا اكسس وورك ما تبقاش، وعلى فكره موضوع اوبر انتشر جدا وانتوا عارفين الكلام، ما تبقاش موظف الصبح ومروح عشان تخطف ساعه عشان تنزل على اوبر خد لك كم مشوار عشان، لا يا جماعه الحياه ستريس. فهنا كلمه اكسس وورك معناه انك حاول تريح جسدك شويه. تعرفوا انتوا والله العظيم ما بيحصل اكسس وورك، ده انت الاستريس بتاعك اكسس ثينكينج اوف وورك، يعني انت مشكلتك دايما بتفكر في الامتحانات والاستريس والاساتذه والاورال اكسس واينز. اعتقد فضل الله ان مش احنا، لكن تلاقي بره يقعد يشرب خمور وبتاع، لكن عندنا يعني غبي اللي يشرب خمور. تشربت خمره اللي عشان انسى ان عندي القرحه؟ طب ما اتخرمت يا اخوي، ما اتخربت، ده غبي قوي. اكسس ويذر، اكسس ويذر يعني في الحر قوي في البرد قوي، فده اسمه ستريس يزود لك الاتش سي ال زي ما اتفقنا في جلتون. قال حضرتك من ضمن الحاجات الريسك فاكتورز الايريتنت فود السبايسز، كانوا بيجيبوها زمان كده شفتها في كذا لقطه في كذا فيلم اجنبي، ها يبقوا داخلين مسابقه مثلا حاجات حراقه وحاجات بتاع، يوم واحد منهم يجي له بيرفوريشن. يعني ما ينفعش تدخل مسابقه من مسابقات تاكل حاجات سبايسي وانت عندك ألسر يعني. طيب تعالوا ندخل في حته، بس بصوا انا هشتغل ازاي دلوقتي. انا دلوقتي يا اولاد فاتح باثولوجي وانت افتح كلينيكال بيكتشر، انا هاخد واحده باثولوجي مع واحده كلينيكال بيكتشر وافضل ماشي الروايه، وهبدا الروايه بس انا عايز صمت تام. نبدا الروايه بسم الله. الروايه حضرتك ان عيان عنده ألسر يا اولاد، شاب عنده ألسر والشاب ده توكل على الله وبدا يقعد يطلب ايد بنت عادي. طبعا البي قاعد بيطلب وايد ايها، خد بالك دلوقتي وعنده ألسر، وفي ناس بتقول لك 80% من البرزنتيشن للألسر بيرفوريشن، يعني ممكن ما يكونش عارف ان عنده قرحه ولما انفجرت اتعرف ان عنده القرحه. الاخ الفاضل قاعد مع البنت في كافيه عام، مكان عام، وهو قاعد معاها في مكان عام بيطلب ايديها عادي يعني. يا ست بنطلب، البنت بقى ايه مش تلم الدور، لا كانت قاسيه شويه.
لا اصل ماما بتقول ان انت شبه القرد. انت ما يصحش تقولي كده. فطبعا كل ده قسوه. كمان غير كده انت مثلا بترفضي مش مشكله، قومي بقى في داهيه الله، لكن تفضل تطلب طلبات هو ده اللي عمل استرس. وخد بالك وهي بتطلب حضرتك تفضل يا جماعه مش الزقت، لا عايزه ايه؟ في بيتزا وسط وميديوم ولارج. قلت له انا عايزه واحده واحده واحده، عشان انا باخد واحده من كل حاجه عشان عامله. والبنات عندهم قدره غريبه والله العظيم، عندها استعداد تشيل طرابيزه اكل كامله، بس اهم حاجه بيبسي دايت، عشان انا عامله دايت. بيني وبينك موضوع مستفز طبعا. اول اوف صدن الولد بدا الاتش سي ال يعلى، والولد دلوقتي حصل له بيرفريشن. خد بالك الستيج اسمها ستيج بيرفريشن. تعالى بقى اسكيب اوف اتش سي ال كلينيكالي، ايه اللي جرى للولد؟ هدوء. الولد قاعد قدام البنت مره واحده بدا اكسسيف سويتنج، يعلى قوي، فيري بيل، عنده بالور، ضربات قلبه سريعه، تاكيكارديا، العيان بيديني علامات نيوروجينيك شوك، اول اوف صدن ويشاور على الإبيجاستريك إيريا جاست تو راي، جاست تو ليفت، غالبا جاست تو راي لأنها إيه؟ لأن جينينا. يلا أولاد الولد سيبير أجونايزنج بين، سيبير أجونايزنج بين، مسك بطنه بدأ يترمي على الأرض. قلت لك تفسيرنا الباثولوجي قال اسكيب اوف اتش سي ال. الكلينيكال بيكتشر عرفتني نيوروجينيك شوك سيفير اجونايزنج بين. خليكم فاكرين في تاكي كارديا ضربات قلبه سريعه، سب نورمال تمبريتشر بدا يسقع قوي، العيان عنده اكسسيف سويتنج اند بالور، اترمى على الارض. اعتقد في اللحظه دي جرسونات اتلم. اول ما الجرسونات اتلموا لقوا شاب مرمي على الارض واحده قاعده والاكل كله مدلدل منها كده، فبدا يقف يقول الله مش البنت دي اللي كانت امبارح هنا، كانت مع واحد غيره. طب والحل مين اللي هيحاسب؟ قالت هو ده يقول. احنا عندنا بفضل الله قدره ان احنا اي عيان نيوروجينيك شوك نفوق. انا بقول نيوروجينيك مش هايبوفوليميك، نيوروجينيك شوك كده تلاقي الاثنين راحوا نازلين عليه اتيكا توا كده، ها واخدينه يمين شمال كده، الواد يلاقي نفسه متضحرك مع شويه اكسس سلايفيشن اهو يبخ عليه. طبعا تيك تيك الواد بدا يطح يفوق. خد بالك هو فاق، بس هو فاق وباثولوجي، هو في مرحله اسمها كيميكال بيريتونايتس. طب الكيميكال بريتونايتس دي يعني ايه؟ يعني ال HCL اللي نزل بطنه البريتون which is solubilis man of the abdomen بدأ يعمل معاه تعادل، ولما عمل معاه تعادل neutralization بدأ العيان يفوق، رجعت تاني. طب لما فيها شكله ازاي؟ كل حاجة نورمال ما عدا البطس. خد بالك من دي، كل حاجة نورمال ما عدا البطس. حضرتك السبنورمال تمبريتشر رجعت، والاكسسيف سويتنج وقف، والبارول اتظبط، والولد كله تمام الا البلس. طبعا اول معاه مضاربات قلبه سريعه جدا، قاعد مع البنت بقى. واحنا كنا بنقول ايه؟ قلت له بنقول ايه يا راجل؟ تعالى نروح المستشفى نروح نشوف الدكتور، ايه اللي انت عملته؟ ايه العرض على الدكتور؟ خد بالك جود دكتور جود اوبزرفر. الدكتور ده انت عارف الاستقبال. هل العيان البرفوريتد ألسر اللي في مرحله اسمها كيميكال بريتونايتس ده بريتوني، الراجل ده هو داخل عليك داخل نايم متشال ولا ماشي؟ ماشي. يعني اذا دي خدعه وبالتالي ما انتش فاهم، يعني داخل ماشي ماشي عادي، مش مثلا البنت اللي كانت معاه مثلا شايلها مثلا وداخله بيه كده في ها؟ لا ده داخل ماشي. طبعا اول ما دخل كده وماشي كده ببطء كده، خير يا جماعه انت طبيب؟ فيبدا بقى تتكلم تقول له صحيح هو جاله كده زي وجع في بطنه اترمى على الارض وبتاع. طبعا انت استحاله يجي في دماغك اللي قدامك ده بريتونايتس، فتقول له طب اتفضل نام اكشف عليك، وهتبدا تلاقي علامات البريتونايتس اللي درسوها لكم في البطنه بالكلمه. اتفضل نام. هو ايه اللي جرى؟ والله يا دكتور انا كنت قاعد مع دي. طب وحد بابا يخرج مع مامته؟ صحيح في بابا يخرج مامته يا دكتور، ده المستقبل، ده المستقبل، ده الماضي القديم يا ابني. بدأ ينام وبدأت أفحص العيان، قلت له اتفضل وريني بطنك، وتبدأ تنيم العيان وتبدأ تشتغل بالإنسبكشن. قال لك أول ما تبص يا جماعة اللي بحكيه ده بيريتونايتس، ديد سايلنت أبدومين، نو موفمنت وذ ريسبيريشن، بالبلبيشن، تندر وريجيريتي، غير جاردنج،
تقف على بطن العيان بورد لايك بالبركشن، المفروض اني الاقي الضل بتاع الليفر الموجود، لكن اسكيب اوف جيزس خلت الغازات في بطنه عاليه لدرجه قال لك اوبليتريتد ليفر دالنس بالجيزس، في غازات وبطنه حجر، ده عنده بيريتونايتس يا اخوانا، ده كيميكال بيريتونايت. خد بالك الولد ده لو ما تعالجش بسرعه واتفتح هيتحول للباثولوجي الثالثه سيبتك بيريتونايتس، يعني يبدا يظهر عنده مين الانفكشن، وهنا السيبتك بيريتونايتس يبدا العام يدخل في الصوره الثالثه. الصوره الثالثه يا اولاد، الصوره الثالثه اللي اجيبها لكم بالطريقه دي، هو كان سب نورمال تمبريتشر بقى نورمال، دلوقتي بقى هار. اكسسيف سويتنج بقى نورمال توكسيميا، البلس عالي عالي عالي، البلس عالي في الثلاث مراحل، الولد ده سبتسيميا، ولو ما اتعالجش البيريتونايتس وديت سايلنت ابدومن والعيان يأرست ويضاي. يا حالتي يا ابني هنفتحها النهارده. اند سو خرجت منها بالاكيوت بالفوريتد ألسر، احدى اسباب اكيوت ابدومن. اول حاجه النهارده اكيوت ابدومن بقولها. اوكي فحوصاتك تعالى افرجك، تعالى كابتن افرجك، عايز تشوف الجاز البرفوريت الجاز اير اندر دايفرام عايز تشوف بايل يا ريت، قال لك اعمل ثابت واسحب بايل، عايز تشوف الخرم يا ريت اعمل جاستروجرافين، الخرم في في الاستومك، يعني كان وارد ان انا استخدم باريام ميل، انا استخدمت جاسترو ليه؟ مش توكسيك بقى اريتانت، ليس اريتانت، لان انا عارف ان الماده التباشيريه دي نازله على بريتون وانا بصور خرم، يبقى استخدم افضل جاستروجرافين. يبقى انا كده كاتب اريكت بوزيشن، عايز اشوف هواء، عايز اشوف الصبغه، عايز اشوف الفلويد بالسونار، عايز اشوف البايل بالتابنج، وتوكلنا على الله على التريتمنت. وهنا التريتمنت يبقى سهل بقى، وما تنسوش القاعده، امتى تعمل تدخل جراحي؟ اذا كان سي كومبليكيتد لايك ذات، الرايل تيوب والانتيبيوتيك والاوميبرازول وبلاد ترانسفيوجن لو في توكسيميا. ندخل على الجد، ذا سمبلست بروسيدور از تو كلوز ذا ديفكت، بس انا لو قفلت الخرم العيان لسه عنده ألسر، يبقى احلى حاجه اعمل علاج للألسر بس جراحيا. قال لك احلى حاجه لو ديودينال ألسر فاجوتومي درينج، فاكرين دي؟ طبعا هنا تشرح. ولو جاستريك ألسر بارشال جاستريكتومي جاستروجينوستومي، لان بارشال ده كان كام في المية؟ 65 اللي هو مين؟ الله عليك، يبقى بيلروس 1، يبقى تشرح. والبيوبسي اف جاستريك ألسر، وحضرتك هتشطبولي الساب اكيوت اللي قدامك دي. البليدنج متوقع جدا نظري، اكتب عليه سؤال نظري، بليدنج ألسر. اللي اولا ده اتخرب، يبقى انا مش رايح على ألسر ديسكونتينيو ميكوزا، وانا رحت مخدت ميكوزا ميكوزا، لا ده اوريدي اتخرب. الخرم ده لازم اضم الجدار كله لبعضه. حصل ايه؟ طيب ماشي، مش في مكان انستموزس؟ اوكي انت توصلي ليه ادي له ميديكال تريتمنت؟ تعالي هنا، انت يا بابا ايه اللي عمل لك البرفوريشن؟ الاستريس، يعني انت راجل الاستريس معاك بيزود لك اسيديتي؟ طب ما انت هتخرج تضرب لك كم ستريس ترجع لي باسيديتي من اول وجديد، طب ما تعالى اعمل لك كنترول ليها. اوكي؟ البليدنج يا اولاد، في فرق بين هيماتيميسيز او بليدنج. لو قال بليدنج هيماتيميسيز مع الجاستريك ألسر، ميلينا يوجينال ألسر، الايتيولوجي از سيم. معقوله؟ ايوه يا عم، اتنين اتعرضوا للستريس، واحد رجع، واحد بيرفوريتد والتاني هيماتيميسيز. طب ايه اللي جرى؟ اسمعوا دي مهمه. قال لك في ثلاث احداث، انا عندي القرحه، لو العيان نزف من الجرانيليشن تيشو ده اسمه جريد 1. طب وايه اللي يخلي واحد ينزف من جرانيليشن تيشو؟ 2، لو العيان نزف من الايدج اوف ألسر ده 2، لو العيان اتخرم
بس اول ما اتخرم ال HCL خرج على اكسترا جاستريك فيزل وكواه وحرقه وقطعه يبقى الفيتال السيفير بقى. يا نهار، يعني انا عندي مايلد سيفير فيتال. المايلد الجرانيليشن تيشو هو نفسه اللي جاب دم. ايه اللي خلي جرانيليشن تيشو يجيب دم؟ تروما. قال لك ايه اللي يعمل تروما للالسر؟ الايريتانت فود. الايريتانت فود يعني خلاصه الكلام ان الست اللي ترجع دم بعد اكل اعرف ان الاكل ده هو المايلد، هو التروما اللي عملت مايلد جرين. سيفير ايروجن للاتش، فيتال اكسترا جاستريك فيزل. انتقلت الى كلينيكال بيكتشر. طبعا الطالب هنا كنا بنضرب الطلبه نقول له ايه يا ابني يا ولد، لما تقول له ده في هايبوفوليميا، اتنين عاليين اتنين قليلين بالكولد سكن، ده انت عارف معنى الكل وكلمه. انا مش بقول طير، بس انا بقول يوم ما تقول تاكي كارديا تبقى عارف انه ويك سلو مش عارف بلس، يوم ما تقول له تاكيبني اير هانجر مش عارف ايه، يوم ما تقول له هايبوتنشن عشان اللوس اوف بلاد، الهايبوثيرمي عشان ميتابوليزم اللي يعني وات ايفر. ده السؤال اللي قريته مرتين عندكم امبارح، ايه اسباب ابر جي اي هيمرج؟ جنرال ثرومبا بيربورا فيتامين كي ديفيشن. لوكال، لوكال مين؟ اسوفيجيال كوز فاريسس، ده مهم جدا. جاستريك اسوفيجيال كارسينوما وريفلوكس. لو جاسترو ديودينال البيبتيك ألسر، عشان في الاخر اقول ان اكتر سببين في مصر هما الفاريسس والالسر والايروجن. احنا برضو شعب بطبيعته عصبي، يعني ممكن تلاقي واحد في ستريس كده، في ناس خايبه يقعد يشجع الماتش يشجع الماتش لحد ما يجي لهم انفجار. يا عم ما في داهيه كوره يا عم، احنا خدنا ايه منها؟ صح ولا انا غلطان؟ حتى الكوره حرام. كوره حرام، طالما بنخسر يبقى الكوره حرام. بس كده. قال لك اسوفيجيال كوز، بس تخيل شعور لطيف انك ترفع شعار سنظل اوفياء، تخيل؟ يعني ما جربتوش قبل كده. بس يعني جديد برضه، سنظل اوفياء، ماشي. ايه الفرق بين هيماتيمسيس وهيموبسيس؟ لازم تتكتب. نعم يا شيخ ضياء. من ايه بالظبط؟ حرمان وحش ايه وانت لسه رافع ايدك بتقول ماليش؟ هو بيتكلم عن ايه؟ مش واخد بالي. من الفوز، من الفوز. نعم. ها؟ معلش برضو، ما احنا كده اهو. الفرق بين هيماتيمسيس وهيموبسيس، بالتالي قديمة قوي. قديمة قوي. ايه البليدنج ألسر والفاريسز؟ البليدنج ألسر والفاريسز ان البليدنج ألسر العيان كل مشكلته ان عنده ألسر والمنظار ألسر، وفيه طبعا قصة الهيماتيمسيز الموجودة. سينجستيكن تيوب يقول لك نورمال بريشر، حضرتك لو جيت تنفخ سينجستيكن تيوب حضرتك ما تعملش كنترول اوف بليدنج. طبعا العكس الناحية التانية مع الفاريسز، بلس ان الفيروسز معاه اورجانوميجالي لان في بالهرزيا الكوز وات ايفر كده. اي جدول مقارنه او اسباب او ديفرنشال دايجنوز اسباب هيماتيمسيس دول. كمل. نعم يا فندم. اكيوت ايه؟ تيوب. سينج سيكند تيوب. طب ما انا اتكلمت فيها بورتا. بورتا لا لا بورتا النهارده ان شاء الله. بورتا الهايبر تنشن يا ولاد اتكلمت فيها بورتا. اللي هي البلوق. معقول انا ما عرفتها؟ التلات خراطيم مع بالونتين وجاستريك بالون وسجال بالون. هشرح. يلا نعمل صوره الدم، يلا الهيماتوكريت، يلا اندوسكوبي، يلا نشوف الالسر، يلا الريساسيتيت ولاد ابسوليوت، يلا ريست امبيد، يلا حط الرايل تيوب، اسحب الدم من العيان. معنى ان اسحب الدم امنع البروباجيشن، اسحب الدم اعمل اسيسمنت للامام، اسحب الدم احط ايس كولد سلاين، والايس كولد سلاين يعمل فازو كونستريكشن، اعمل دايجنوز للعيان وسبسيكوينت تريتمنت اسمه علاج قرحه، اكل مسلوق، فريكوينت سمول لايت شارتس بتتعمل له. طب وامتى جراحه؟ اف 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 قاعده اف اف if patient already under medical treatment. يعني دخلت على عيان قلت له اللي فجر القرحه انك مش ملتزم بالدواء، قال لي والله ملتزم،
قلت له يبقى كده فيلير او ريزيست. اثنين قال لك لو ريكرنت، ادي اثنين قرا اهو. يعني قلت له ريزيست ريكرنت الاثنين شغالين. ثلاثة اسمع بقى، اول طلع الدم منه 2 لتر، والله كتير والله كتير، ده هم كلهم 5 لتر. ثلاثة لو العيان ستيبل، طب كويس، قال لك ان سبايت اوف ترانسفيوجن 1 لتر بير دي، يعني يعني العيان يوميا بياخد له لتر دم كيسين دم عشان يبقى ستيبل، لا يبقى في حاجه بتخرخه، يبقى هفتح. لو اولد اسر سكليروتيك، طب ليه؟ قال لك لان الهيلينج باور ضعيف جدا. لو العيان عنده لونج هيستري اوف السر ديزيز، يلا خلصك منه. جيت طالب قال لي طب هتعمل ايه للالسر؟ قلت له هناك البرفوريشن كنت بعمل سيمبل كلوجر، هنا الالسر فين؟ البليدنج فين؟ في الجرانيليشن تيشو اوبليتريت، يعني النزيف هنا اوبليتريت. ايه فين؟ لا النزيف في الاتش. قول له بعمل اندر رانينج. يعني ايه اندر رانينج؟ اسمها سرفله. عارفين الاشارب بتاعك الحجاب ده، الاشارب ده انت بتيجي تقصيه ولا بتاع حاجه كده، عايزه الفتل دي ما تفتلش منه، فبتوديه عشان الراجل ياخد الايدج يخيطه. يقول لك طب يا فندم لو خدت الايدج مع الايدج وخيطتهم انا كده قفلته. تقول لا انا عايزاك تخيط الايدج في بعضه. يقول لك ازاي يعني؟ تقول تدخل بالابره وتخرج تاني، وتدخل جنبها وتخرج تاني. طب الامام كده مكنه، او ايفن في بيوتنا والله كنا زمان الجينز طويل نقصه، امي تقصه لي تتنيت ومعامله لي السرفله كده كام خيط وبتاع، مش كده؟ يعني عايز اقول لك انا هسرفل الايدج لان انا عايز اخيط مين؟ الايدج. اسمها اندر رانينج. لو اكسترا جاستريك يبقى بلايجيت، وتاني انا قلت تاني نرجع تاني عشان نقول تاني ان لو ديودينا الالسر بجد المدرج، ولو جاستريك السر بنرس 1 والبايوبسي ماست بي تيكن. ناو دايز بقى في اندوسكوبي. طب اقول دي بس الاندوسكوبي اني اقدر النهارده اعمل ليزر فوتوكاجليشن، يعني اكول بليدر زي دايسيرمي كده، يا دايسيرمي يا فوتوكاجليشن كده. انا خلصت اسمعك اتفضل. خيط الطرف واسيب الالسر مفتوح؟ هو كان مقفول وانا فتحته عشان سبته مفتوح. الالسر ممنوع اهو اللي انت قلتيه. اي السر سؤال، ليه اي السر ما بشوفوش ما بخيطوش؟ ليه بجد يعني؟ ما هو يعني عندك السر في الانال كانال شفته، ليه ما خيطوش؟ ليه السر هنا في بق حضرتك ليه ما تقفلوش وتخيطه؟ الغرز اندر تنشن والايدج باثولوجيكال ايدج، فهيرجع يفك تاني. بالعكس ده انت الغرز بتاعتك بنعتبرها فوري ماتيريال، عشان كده ممنوع خراج يتخيط، ممنوع السر يتخيط. يبقى دي قاعده يا فندم. احنا بقى النهارده بنقول ايه العيان عنده نزيف فين؟ عنده الايدج، يبقى انا بخيط ايدج. فانت بتقولي ليه ما خيطش؟ برفوريشن تاني يعني؟ اصل انا شغال بليدنج دلوقتي. تقصدي انه ريسك يعمل برفوريشن؟ طب ومال؟ اهلا وسهلا. ما هو العيان اللي انا عملت له قبل كده البرفوريشن وارد يجي له بليدنج. طب ما هو ده اللي انا اكشولي عملته يا فندم، انت زعلانه ليه؟ ما هو يعني ايه السطرين دول؟ ما هم دول عمليات البرفوريشن حبيبتي. يعني ايه في اقول لك انت اضفتي نعمل عمليات البرفوريشن يا دكتور اتفضلي. كان هناك مين؟ يعني ديودينال انسر كنا بنعمل هناك ايه؟ ما كانش ليها نفس ايه؟ اسرفل؟ دكتوره هي واقفه بس مع حبيبتي ليه بس معاكي؟ يعني النهارده الاتش بيجيب دم بيخر دم. اقوم انا رايح عامل قللت الاتش سي ال علشان ما تنزفش دم تاني يا حيوان. طب واللي بيخر مني ده مش هتوقفه ليه؟ مش المفروض اوقف؟ طب ليه حضرتك معلش بنفس الذكاء ده ليه ما جيناش في البرفوريشن اللي قبله؟ وقلتي انت عملت كلوجر للخرج، ليه كنت تسيبه طالما هتعمل فاجوتو؟ يعني حضرتك زعلانه ليه ان بنعمل برايمري تريتمنت؟ الخرم نقفله، النزيف نقفله، التفوق اني اعمل كمان التدخل الجراحي عشان امنع حدوث هذه المشكله. ده يا جماعه كلام فير خالص. المشكله الثالثه اسمها بايلاريك ستينوزس.
بايلاريك السينوزيس هي هتمشي. بصوا بقى تحليلي متوقع يا جماعة يا جماعة. انا لو براجع لناس مدرس لها كورس انا ما راجعش كل الوجع القلب ده. افتح يا واد الكومبليكيشن بيبتك ألسر يلا يا واد خد الهي يلا كمل. فاهميني ولا لا؟ لان الكومبليكيتد ألسر دي جراحة البطنة دول السنة اللي فاتت جابولكوا الألسر. ما يجيش السنة دي يجي مين؟ كومبليكيشن. انا اعتراضي ان السؤال عندكم ديسكاس كومبليكيشنز اوف ألسر كأن كلها ورقة. يا راجل ده انا لحد دلوقتي في الكومبليكيشن ورقتين بيرفوريشن ولا ثلاثة ورقتين بليدنج وادي كمان ورقة ونص سبينوزس اجيب لك بطني منين انا؟ فاهمين؟ فطبعا اضطر الم الكلينيكال بيتشر بتاع كل نوع بالعلاج. الاستينوزس هدوء. الاستينوزس حاجه من اتنين، يا ديودينام يقفل يا الاستومك. امبارح الاستومك خلص طبعا لان انا في الاستومك اللي هي اللقطه دي قلت لكم يا اولاد يا اما اور جلاس استومك يا اما تيبو استومك خلاص هي معانيها. لكن انا عيني على مين دلوقتي؟ على الـ ايه؟ البيلورس. طيب لو البيلورس اللي هي جوجينال ألسر قفلت تدي ولو دائت بيلورس دائت الاستومك هايبرتروفايت اوفر كاب اوبستراكشن بتفشل تبدا دايليتد اتوني لكل فعل ورد فعل مساوي في المقدار المضاد في الاتجاه. الواد عنده هايبر بريستاليسيس، الواد عنده كولكس، شويه انتي بريستاليسيس، الواد عنده فوميتي. وبدا القانون يطلع اي عيان عنده بروجكتايل نون بايل ستيت فوميتي انا متوقع جدا ان انا اتوقع الانسر دي عنده اللي هي الاوبستراكشن. وبالفعل بقى عنده فوميتي خصوصا ات ايفنينج قبل ما الحصاله تملى. بروجكتايل نون بايل ستيت يعني ما نزلش في الديودينم. بروجكتايل نون بايل ستيت فوميتي افتر فوميتنج البين سلايتلي قل بس لسه عنده ديسكمفورت. يعني يقول لك انا استريحت خفيت. لا ما خفتش. ايه انا لسه عند الوقت بس انا احسن من الاول. يجي حضرتك بروجريسيف كونستيبيشن احسبها وانا ما قلتش ابسوليوت. انا قلت ابسوليوت يبقى انا بتكلم على بايلوريك اوبستراكشن. انا بتكلم على بايلوريك ستينوزس. طبعا العام بيفقد اتش سي ال شويه اسبيريشن نيمونيا يفقد اتش سي ال. فقد الاتش سي ال يبقى العام ميتابوليك الكالوزيس. ميتابوليك الكالوزيس يقل الايونايزد كالسيوم يجي لك بتيتري تلاقي الواد بيتشنج منك. وهنا تدخل في سؤال مهم جدا 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 ديفرنشال دايجنوزس اوف بايلاريك ستينوزس من اول شيبس ان شاء الله لو لنا عمر في الاطفال هناخدها بيدياتريك كونجنت تروما impacted foreign body badly performed by neuroplasty. شوف الجراحة. inflammation duodenal ulcer neoplasm cancer في البايلورس قفل. كل ده اسمه differential diagnosis. ده كانسر بنكرياس من بره ده ليمف نود قفلت من بره. ايه فحوصاتك يا ابني؟ تعالى نعمل باريميل. باريميل يوري لك الاستومك الديستندنت يوري لك البلفس. اول ما تلاقي بلفس على الاستومك اعرف ان ده اسمه صوب داش. عمر ما الاستومك توصل للبلفس ابدا الا لو فيه اوبستراكشن. اللي قدامي بايلوريك اوبستراكشن والاستومك وصلت للبلفس هذا هو صوب داش ابييرنس. طبعا صوديوم في الارض صوديوم اند الكترولايت اهي. تعالى للعيان واعمل تدخل جراحي. خد بالك في ستينوزس وفوميتنج. طب اعمل ايه؟ قال لحضرتك هنوضب العيان للجراحه. الكلام ده كله لطيف. ستوب فيدنج انت بترجع الكترولايت بالانس نظبطها لك شيست انتبيوتيك من الاسبيريشن نيمونيا. تعالى نعمل لك الجراحه. وهنا الطلبه قالت الجراحه ديودينال ولا جاستريك؟ قلت له جاستريك مين يا خايب؟ انا مش جاستريك ألسر خالص. انا عنواني اللي فوق اسمه فايبروتيك ديودينال ألسر. قال لي يبقى ديودينال. طب ديودينال كان مكتوب هناك ترانكال فاجوتومي اند جاستروجي اند ريجنوستومي. شو كده؟ طب هنا مكتوبه ايه؟ ترانكال فاجوتومي اند جاستروجينوستومي. ايه ده بقى ليه؟ ليه ما كتبتش درينج؟ مش الدرينج عندي احتمالين؟ يا بايلورو بلاستي يا جاستروجينوستومي. هنا الكتابه عبقريه.
قال لك يا ابني بايلورو بلاستي ايه؟ يا واد بقول لك ده البايلوراس بقى فايبروتيك، تقول له افتحه بالطول واقفله بالعرض، يبقى انت لا تعمله غير مين؟ يبقى انت كل اللي هتعمله انك تعمل جاستروجيجنال انستموسيس في الواد اللي ايه؟ اللي كان عنده الستينوزس ده، الواد يتعدي. وخد بالك انت عالجت كومبليكيشن وبتمشي اندر ميديكيشن ليتر اون. طبعا في اوبشنز، ادخل ببالونه. لو راجل عجوز اعمل جاستروجيجينوستومي كفايه، التوصيله دي تكفي جدا، ما تعملش باجوتومي ولا حاجه. اعتقد المشكله الثالثه دلوقتي ظهرت، انا سجلت البرفوريشن والبليدنج والاستينوزس. طبعا ما تجيش في الكانسر تحكيه، انت بتيجي في الاخر تقول له ايه؟ والكانسر بيحصل مع الجاستريك ألسر. كم في المية؟ أقل من 1%. ده لا يشرح على فكرة، ده ما تشرحش. يبقى بالتالي لو قال لك complications of ألسر، انت اتكلمت على المواليد كلها مع ده الكانسر. آخر قصة هي الكانسر. شكرا خلاص. لا والله لا والله لا والله تزبط معايا السكر. امسك الكتاب، عايز اذاكر جي اي تي، ذاكر كانسر اسوفاجس ثم ستومك ثم كولون ثم ريتوبيليان ثم كده. انا كنت بقعد اعمل ايتمز للطلبه، مش مجاله النهارده لاني بشرح. يعني ايه مجاله؟ يعني لو كان اكبر، ها هناك كان ليست كومن اسوفاجس ده اكتر من 40، هناك كان 50 ميل اكتر، بعدها في ميل بلامر كرونيك ايديش زي اللي هناك. زي يعني انا مش هعمل مقارنه، انا ههتم بكانسر الاسوفاجس. تعالى نتكلم على الاريتيتنج فاكتورز. قال لك الهيدروكربونز، اي يعني ايه دايت كونتينينج هيدروكربونز؟ ايه الهيدروكربونز؟ اي حاجه محروقه زي عيش محروق. العيش المحروق. طب هو حد بياكل عيش محروق؟ انا انت بتاكل ولا كلكم بتاكلوا عيش محروق؟ برافو مبروك علينا الجنه يا رجاله. اتكتبت لكم الشهاده. طبعا انا مصدقك بسبب ان انا في الجيش اكشوالي كنت باكل العيش المحروق، يمكن كمان بريحه الكيروسين السبرت، لان بصراحه احنا كنا بنحط السبرتايه ونحب طبعا العيش. العيش اسمه جرايه، العيش في الجيش، في الجيش اسمه جرايه بس مش عيش، اسمه جرايه. وروح الميس نجيبه، الميس اللي هو المطعم والميس مطعم والكراسي اللي بنقعد فيها كله على بعض اسمه الهانجر، وكنا نروح نضرب نار على التبه. المهم لغه كده تحس بربره بتتكلم. انا مره قائد قلت له ليه بتقول عيش جرايه؟ يعني ما نقول العيش، يعني ليه ما نقولش هات العيش، رايح اجيب العيش من المطعم بدل ما اقول الميس؟ يعني ليه يا فندم؟ قال لي ما عشان العدو. قلت له طب سؤال، العدو العيش عنده اسمه ايه؟ قال لي جرايه. طيب قالك عموما انا مصدق الطلبه النهارده ما عندك رغيف عيش. رغيف عيش يا دكتوره ايمان موجود طبعا، يترمي تقول لنا فضل نمله كده، ها كده على السبتة كده مسخنه كده ولا على السخان كده، واول ما تشم كده ريحه مفحفحه كده بحوحه تبتدي ايدك ايه. بس للامانه احنا كنا بنحاول ناكل الاجزاء اللي مش محروقه، لكن ما تقنعنيش انك بتاخد السواد ده وقعدت طول الليل كده ليه؟ ها؟ نعم. ها؟
بتتعذبي ما بتاكليش. لكن طبعا العلع سكن الغلابه هم دول كانوا بياخدوا الهيدروكربونز. عموما الهيدروكربونز انا مصدق حضرتك، بس المشكله ان في اكلات اكشوالي بتبقى فيها هيدروكربونز بناكلها. زيت الطعميه، السمك اللي مدخن ماشي، المحروق قوي، البرجر المحروق قوي، الاكل السوشي والبتاع، الفراخ المحميه والفراخ الطعميه، زيت الطعميه. شوف يا اولاد، سين سؤال، سين سؤال، سؤال والله. زيت، يا ربنا يستر ما تحبطونيش يعني، الزيت اللي ماما بتعمل فيه البطاطس تقدر تعمل فيه بطاطس تاني؟ الله انت معايا اهو، يعني مره واحده، يعني ماما في البيت تعمل الزيت مره واحده. يعني امي هي مصدر البريكانسرس، انت اللي قلت يعني عاده، لكن هو المفروض عشان كده البطاطس تتعمل مره واحده. طبعا الام غلبانه يا عين، انا بيتي كده ما ينفعش انا اجي الساعه 8 اكل لقمه النهارده تبقى اكون واكل بطاطس معموله من الساعه 3، يبقى بتعمل شويه للعيال بعد كده شويه للناس. طب والزيت ده اخباره ايه؟ يعني انا هغلقكم كل شويه زيت؟ ادفع يعني انت فاهم؟ لا انا ادفع، ما ادفعش انا. لا طبعا تيجي، بس خد بالك يعني مره البعض بيعديها الثانيه عشان بس نبقى كده. اكتر من كده زيوت محروقه ممنوعه، يعني زيت البتنجان اللي بتعملوه ممنوع. هي مره وبالتالي سين سؤال، مصانع الشيبسي الزيوت اللي بتعملها مره؟ طيب سين سؤال، الزيوت اللي بتطلع من مصانع الشيبسي دي بعد ما يحرقوها 300,000 ديشليون مره بيبيعوها؟ بيرموها؟ لا بيبيعوها. لا بيبيعوها في ازايز. ومين السفلة اللي بيشتروا الأزايز؟ بتوع الطعمية. السفلة؟ بتوع الطعمية. بتوع الطعمية، ومش هقول لك المحلات الصغيرة. روح للمحل الصغير ده يقول لك طب أنا روح المصانع ده أجيب إزاي أنا يعني. لكن المصانع الكبيرة والمحلات الكبيرة هي اللي بتعرف تبرمج نفسها كويس. هم دول اللي يروح يجيبوا الجراكن بالبتاع وزيوت مستخدمة وتتحط وتعمل لك طعمية من أول وجديد. إذن الهيدروكربونز موجود. الحصة اللي فاتت ادينا تحية كبيرة للبلاك جروب ايه؟ ما علينا. المهم قال لك برينيشيوس انيميا الهيليكوباكتر اكلورو، يعني ايه اكلورو هيدري؟ نو اتش سي ال، بناين جاستريك ألسر، بناين جاستريك نيوبلازم. يلا ننط جول الاستومك. البادي 15، البايلورا 60، والفندس 25 بالطرح. والله يا ولاد لو سمعتوا بقى محاضرات الريفيجن بجد بقوم واخدها من فوق لتحت. اليزابيكاس 3 3 13 50، ايه كم؟ 17 50 33 25 15 60 الليبر او مطلع لهم بنكرياس 60% هيد ونك 40% باضي ودي. ادخل على الكولون السي كم؟ 10، والاسن 5 وترانزفيرس 5 والديسن 5 والسيجمويد وريكتم 70. يبقى ناقص لنا يا ولاد 5. حضرتك معاك 3 و2 اللي هما الفليكتشر. يلا ننزل على الريكتم. لا 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 يا ادي الانسنس، ادخل مايكروسكوبيك يلا. والله يا ولاد عشان كده حضرتك لما تخلص مذاكره حط تيومرز كلها ورقه وامشي بالعرض. النهارده معانا اللي هو الاستومك فيريريا. في حاجه اسمها، بص للصوره، لاينايتس بلاستيكا ديفيوز استومك، يا السراتيف يا كول فلاور. طب ما الثلاثه دول سمعتهم هناك. بس الان الارستينوتيك اسمها لاينايتس بلاستيكا، بيقولوا عليها ليزر بوتل. يعني ايه ليزر بوتل؟ اربا ليها قول تخين. ريسنت ديسكريبشن ماشي، في البروتروجن والسوبرفيشال والاكسكافيتد. ونفس الطلبه تقول لي احنا عرفنا الكلام ده اكيد بالالترا ساوند، يعني الاندوليومينال الترا ساوند هو اللي عرفني دي محفره ولا لا، دي سوبرفيشال بس ولا بروترودد. يعني التكييف ده طالما على وش الحيطه يبقى بروترودد، لو الجسم بتاعه دخل جوه الحيطه يبقى بينتريتد او سوبرفيشال، لو اخترقها يبقى اكسكافيتنج، اكسكافيتور حفار. طالب قال لي مايكروسكوبيك، قلت له 95 ادم، قال لي 5 سكويموس، قلت له جاي منين يا واد؟ قال لي جاي من الاسوفيج، قلت له يعني التركه لو جبت لك اكس راي وفي كانسر بايلورس، قال لي لا يبقى 100% كانسر بايلورس يبقى ادم. ما احنا فهمنا اللعبه يا دكتور. حضرتك معانا سبريد اند ليمفاتيك. انا بقسم الاستومك اربع تربع،
من الاستومك 4/4. باخد نص الليزر مع نص الجريتر واخد خط بقى يا ابني اللي بتاوب بره ده، انت فاتح بقك قد كده. انا ما بقولش حط ايدك، بس اللي جنبك يحط ايده. الله. قالك وباخد كمان لونج اكس، واللونج اكس دوت بيقسم لي الاستومك نصين. انا عايز اقسم المعده كام ارباع، وتعالوا بقى سموها زي ما تسموها، اي بي سي دي اي خي 1 2 3 4 براحتك براحتك. بعد ما تقول كده العبوا بقى معايا الاريا دي اللي هو تيفر اسمها، فاهمين يا اولادي؟ يعني مش حاجه قران يعني. اريا ايه؟ تدي لي السبلينيك ليمف نود منه الى ليفت جاستريك منه الى سيليك. فمو كده بقى اريا سي تدي مين؟ ليفت جاستريك الى سيليك. اريا بي تدي رايت جاستريك ببلايك الى سب بايلاريك الى سوبرا بايلاريك الى سيليك. قال لي الله، يبقى كده اريا دي سوبرا بايلاريك هتسيليك. قفشت سيليك؟ اه. قال لك السيليك على الاورطه يبقى بره اورتك ليمف نود، يبقى سيستيرما كيلا يبقى ثوراسيك داكت يبقى ليمف نود فيركاوس مش فرشاو بمناسبه. فيركاوس ليمف نود. ايه الفيركاوس ليمف نود؟ بيسموها تروازي ساين. يعني ايه تروازي؟ هي تروازي فرنساوي، خد بالك. التروازي هي الترزي. انا اللي دخلني في الفرنساوي هي دي. احنا برضو بالكلمات اللي خدناها من الحمله الفرنسيه الترزي. فمن هنا ظهرت التروازي. طب ايه علاقه التروازي بالليمف نود اللي هنا؟ قال لك في افلام السينما لو راحوا للترزي اديني زي الترزي، هتلاقيهم راحوا ملبسينه جاكيت. الجاكيت ده لازم يكون فيه سفنجه هنا، السفنجه دي فيها دبابيس، فبالتالي هو شغال مش هيحط دبابيس في بقه ومش هيقعد يغرس في جسمه هو عشان ياخد المقاس، فبالتالي بيغرس هنا فيه. فقال لك ده العيان عنده الليفت سوبرا كلاف كبرت زي بالظبط كتف التروازيه، كتف الترزي، ومن هنا طلعت كلمه تروازيه ساين. حضرتك البلط لبلب وفي دايركت وفي ترانسبريتونيال، وانا اتفقت معاكم ان كل جي اي تي ترانسبريتونيال من اول لور اسافيت اتي نم استومك مشطوبه. تخيلوا مش عليكم دي، حتى في كتاب الاسم مش موجود. الكلينيكال بيكتشر كانسر استومك هي جروبس، كانسر استومك جروبس مالهاش صوره واضحه. يعني ايه جروبس يا دكتور مالهاش صوره واضحه يا دكتور؟ بصوا، اولا عياني راجل اكتر من 40 سنه جاي بيشتكي بايه؟ والله اولاد جروب. يعني ايه جروبس يا اولاد؟ يعني اللي يجي بالجروب ده مش شرط يجي بيه حد تاني. ديسبيبتيك جروب، ايه مشكلتك؟ والله دكتور الهضم عندي وحش وحاسس بحموضه ووجع ونوت ريليفد باي انتسد ومش عارف انا عندي ايه. اقول له طيب انا عندي كانسر؟ اقول له لا، اعمل منظار يطلع عنده كانسر. غير لما يحكي لي صوره ديسفيجيا تو سوليد مورزان فلويد ورجع ومعرق بدم كانسر اصابه. فبالتالي مفيش كيس تيجي ابدا واضحه. واحد تاني، والله يا باشا انا عندي 3 اس جروب، انا حاسس بالانيميا والاسينيا والانوركسيا بس دي مي بي كانسر سيكا، مي بي كانسر استومك، مي بي كانسر ليفر، اعمل لي منظار. جروب اخر، صح، برافو عليك، انا ولدي صح صح. والهيد لا ليه؟ لا وقعتي، ده الهيد نيفر، لان الهيد بيريبريزنت مش بالاثينيا، بالاوبستراكتيف جونز. يعني هنقولها كده مع بعض لسه قدام. اوبستراكتيف جروب يعني ايه؟ يعني عن كل اللي جاي يقول لك ايه، انا برجع. طب برجع عن ايه؟ يعني بروجكتال نبال ستيل فوميتنج، يكونش يا واد كانسر بايلوراس. طب ما هو احتمال يكون ديودينال السر ستينوزس، اعمل لي المنظار يطلع كانسر. واحد جاي يقول لك انا عندي كالكوع هنا في فم معدتي ما اعرفش سببها، انت ديسبيبتيك، انت انسيديوس، انت مش عارف، لا اعمل لي منظار يطلع ان دي كانسر. عيان ميتاستاتيك اوكل سمعناه كتير، عيان ادرز بقى جاي لك بهيماتيمسيس ولا بتاع، تعمل منظار. اذا الكلينيكال بيكتشر ما بتبقاش كلير. انتوا فاهمين دي؟ ديفرنشال دايجنوزيس اي ابدومينال ماس، انا كاتب لك ايبيجاستريك ماس فور ديفرنشال دايجنوزيس، اقراها. بجسترك هرنيا، جايز يكون في السكن، جايز استومك بايلور، يعني ماشي. الاسينيا والفرق اهو، ثلاثه تيومر معاهم اسينيا وزال. ايه فحوصاتنا يا دكتور؟ قال لك هنعمل سي بي سي وتيومر ماركر، واول مره اسمع تيومر ماركر النهارده مع الاستومك. اسمه ايه؟ كارسينو امبريونيك انجين. ده سبيسيفيك؟ نو. امال ده بيحصل مع مين كمان؟
قال لك ده كمان بيحصل مع كانسر كولوم. يلا نعمل باريوم مين؟ شايف الفيلينج ديفكت؟ شايف العيان عنده الكانسر والفيلينج ديفكت في البادي؟ ممكن جدا تلاقي بايلوريك اوبستراكشن زي الصورة دي. ده الاستينوزيس هنا اللي موجود. ممكن جدا تلاقي فيري نارو ليومن اسمها لاينيتس ايه؟ بلاستيكا. جاستروسكوبي بايوبسي ده الانفستيجيشن اوف تشايلدز. طب ينفع اصور استومك باريوم ميل تريندلينبرج؟ ينفع في حاله واحده لو الكانسر في الفندس، يعني زي دي مثلا ده كانسر فندس، لو رحت صورته الاستومك تطلع سليم صح ولا ايه؟ ميتاستاتيك ورك اب ماشي. ايه التريتمنت؟ والله انا كنت بقول اشيل من الاسوفجاس بسيفتي مارجن 10 سنتي، وصلنا في الاخر ان كله توتال، توتال لوحده قبر، توتال معاه كارديا، توتال معاه بورشن لو فكر والجارانتي النهارده بقول انا القانون بيقول ان في سيفتي مارجن 6 سنتي او 5 سنتي فوق سنتي ونص تحت ديدنا. بشيل الجريتر اومنتا والليزر اومنتا ولايجيت الفيزل حوالين جزء الاستومك اللي هستأصله، وبشيل الليمف نودز. طالب قال لي طب وانا اشيل بقى الاستومك قد ايه؟ قلت له بسم الله الرحمن الرحيم، هو انت الكانسر فين؟ هل احتمالات الكانسر بايلورس يا بادي يا فندس؟ قلت له لو الكانسر بايلورس بعمل سب توتال جاستريكتومي، يعني اشيل تحت ريول انا سنتي ونص واشيل سب توتال. قال لي سب توتال مش دي بطلوها؟ ما هو سب توتال يعني كام في الميه؟ 85. مش دي بطلوها؟ قال لك لا السب توتال بطلوها مع بيلروس 2 اللي عملها الديدنا الالسر زمان. لكن احنا النهارده انا بعمل سبتوتال راديكال، يعني بشيل في نوت. جه طالب قال لي طب ما هو سبتوتال برضه يا دكتور هضطر اعمل انستموزس بمين؟ بجاستروجينال انستموزس. ويجي يا عم ضياء يقول لك جينينال بلو اوت وانفجار ويموت. طب ما هيموت، ما هو كده مات. طب ما ده اسمه فيدباك، انا هعمل له ايه؟ اقول لك الاحصائيه يا فندم، اقول لك الاحصائيه اللي موجوده في اخر الورقه. 40% من حالات الكانسر اوبرابل اونلي. عيش الرقم. يعني ال 10 حالات اربعه اقدر اعمل لهم عمليات. وال 40% اللي اقدر اعمل لهم اوبرابل 5% يا سرفايف ريت. يعني الاربعه بتوع ال 10 دول جمعوا لي منكم 100 100. خمسه اولاد هيعيشوا خمس سنين. يا نهار اسود على الاحصائيات، يا نهار ابيض على الاحصائيات. وبرغم من كده يجي سطر واحد يهز لك الدنيا يقول لك ان كوكب اليابان الشقيق. الا اليابان، اليابان بتاكل الاحلى للاكل المحروق، اليابان عندهم الهيدروكربونز رقم واحد، وبالتالي اليابان عارفه ان الكانسر استومك عندهم رقم واحد. اليابان عملت سكرين بروجرام، اليابان وصلت الاحصائيه اللي عندنا في مصر محبطه جدا. 40 يعيشوا 5 5 يعيشوا 5 50 80 90% في اليابان بيخف العيانين 80 90%. شوف الاحصائيه، شوف اليابان لما عملوا سكريننج بس بروجرام. وفعلا يا جماعه اكتر حاجه بنشوفها في اليابان اللي كانسر استومك. لو صدفت وسافرتوا اليابان في اي مشوار كده رايح ولا بتاع كده يعني اوعى تفوت الزياره دي. اوعى اسال اي ياباني كده معدي يقول فين مستشفى ام اليابانيين العام؟ يوم واخدك مستشفى ام اليابانيين العام؟ هتلاقي مش شبه اللي عندنا تقريبا، يعني عنبر كده طويل وسراير وناس نايمة على الارض في كيس زباله معلقه رجلها وحاجات من اللي انتوا بتحطوها. هنا هتلاقي كانسر استومك مالي. اذا كانسر استومك في اليابان شفت عملوا ايه في اليابان؟ سيطره يا ريس، سيطره. طب نكمل. حضرتك لو كانت تيومر في البادي، الطالب قال لي توتال راديكال كاستريكتو. قلت له يعني ايه توتال راديكال؟ قال لي يعني اشيل المعده كلها، البن الهوي المعده كلها. امال اوصل مين؟ قلت لها هضطر اوصل الاسوفيجاس بالجوجينم على هيئة رو ان واي. وتقول له كده توتال راديكال اسوفيجكتو. امال لو في الفندس اعمل ايه؟ اشيل الاستومك كلها واللور 10 سم من الاسوفيجاس، فاسمها توتال اسوفاجو جاستريكتو. ودايما بقول للطالب لما تذاكر اسوفيجاس من فوق لتحت ابر ميدل لور بالترتيب توتال اسوفيجكتوم اسوفيجكتومي
وكارديا اسوفاجيتال ميوبورشن. لما تاخد الاستومك من تحت سب توتال راديكال، توتال راديكال اسوفاجو جاستريكتوم. فاهمين يا ولاد كده؟ انت قفلتها وعرفت كمان الحدوته فينيشد ازاي. في ورقه هنا مكتوبه اتوقع انكم ممكن تشطبوها، اللي هي البرياتريك سيرجري. فيش اي كلام ده كلام وما مش عندكم في القديمه. يبقى انا براءه. ورقه بقى، حاضر احكيها لك. ورقه بس هنفتحها دلوقتي اللي ان شاء الله انا يعني يا رب انا مصر اخلص قبل المغرب، اللي هي الاكيوت ألسر يا اولاد. لم تاتي نظري من قبل، الاستومك دي علقه. احكي لك رؤن واي فندم، بس قد ايه يوم الورقه دي ويوم. بص يا اولاد العيش برضه يفهم رؤن واي. بصوا معايا، ده اسافيجس واستومك، وده مين؟ الجوجينم. انا هشيل الاستومك من اولها لاخرها، يبقى انا متبقي مين عندي؟ الديودينم هنا مقفول وده جوجينا، مش كده؟ اوصل انا بقى ازاي ديودينم؟ قلت لي ما ينفعش. قلت لك طب انا كنت باخد الجوجينا ما فيه مين؟ قلت له كنت باخد اللي الاستومك. قلت لك طب ما فيش استومك دخلتهم واحد. قلت لي بقى تعالى ناخد ده وتشده كده، صح ولا انا غلطان؟ بس انا لو شديته بالمنظر ده يبقى الاكل اللي هينزل هيمشي في مكانين، وكده الريسك هيبقى اوت اكتر. طب ما بدل ما اخد دول كده، طب ما انا اقص الليمب ده رجعتها تاني، خد بالك، اقص الليمب ده واسحب ده فوق واسحب ده هنا، يبقى انا كده عملتها حرف مين؟ بس يبقى اسمه الروق انواع. مش مطلوب منك رسم، لكن مطلوب منك انك توريني يعني ايه. انتظروا كده. بصوا معايا الجزء الاخير ده، كان دايما عندنا تنوع شويه في الاسئله، فاحدى السنوات يوم ضربك اكيوت بيبتك ألسر. شوف بقى يعني بيع لك القضيه كلها في الورقه دي. فهنا بنقول للطلبه اكيوت بيبتك ألسر، تخيل ان انا فلان اعرف، تعرف فلان اعرف عنده ورحه؟ لا. دخل روح النهارده جات له ورحه؟ لا يا راجل، هي الورحه بتيجي كده؟ قال لك جات له اكيوت. اللي يجيب اكيوت قصه من اثنين، يا مالتيبل ايروجنز، ومالتيبل ايروجنز دي سببها حاجه، هي واحده اخذت اسبرين بكميه كبيره جدا، واخذت اسبرين بكميه كبيره ليه؟ عايزه تنتحر. طبعا نان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وخد بالك ان الاسبرين معروف قوي عنه جمله انه انتي بروستاجلاندين ايفكت، يبقى بالتالي بيعمل ديجنريشن لجدار المعده. اوعى تاخد اسبرين على الريق، اوعى معدتك تاخد مش عارف ايه. طب ما افرض اخدت كميات اسبرين بكميه كبيره اول اوف صادم، وطبعا مين ياخد اسبرين كتير غير عمليه انتحار؟ يبقى خليك فاكر قوي قصه الانتحار والمالتيبل ايروجنز. القصه الثانيه هي الترو ستريس ألسر، دي مع الميجر بيرد مكتوب على فكره، اكيد جاستريك ألسر وتريسر مع اي فاسكولار انجري مع اي سي يو. النهارده العام فقد دم بكميه كبيره، العام جاله ديفايتاليزيشن. يا اخوانا كنا بنقول اي عام في حادثه لازم اديله كليكسان ولازم اديله زنتاك عشان خايف من ستريس ألسر. ستريس ألسر يمكن ايروجنز يعني اس، لكن ستريس ألسر ان حتى لو كذا قرحه بالكوليز مع بعض وتعمل سيفير هامرج. عشان كده لما تقرا يقول لك مالتيبل ايروجنز موجوده في الاستومك، حضرتك المالتيبل ايروجنز دي مايلد تو مودريت هيماتيمسيس، سيفير هيماتيمسيس. طبعا ازاي تتعامل مع الالسر؟ الكلمتين دول بيجيبوهم في الام سي كيو بجد بجد. يعني ايه كوشنج ألسر؟ يعني ايه كيرلينج ألسر؟ قال لك لو قرحه بسبب بيرن ده اسمه كيرلينج، لو قرحه مع سيريبرال اوبريشن او كوز بيقول عليه كوشنج. يبقى كوشنج ألسر سيريبرال كيرلينج. ايه الدايجنوز؟ قال لك اندوسكوبي. طب ليه ما عملش للعيان باريامين؟ باريامين ايه؟ باريامين ده بيفرجك الألسر صح؟ اللي هو ألسر نيش صح يابا؟ بس انت لازم تعرف حاجه ان الكرونيك ألسر البيز بتاعه سيروزا فقط عشان كان معدته.
لكن النهاردة ده شالو يعني بيري سوبرفيشال ألسر، فبالتالي انت ما تشوفش الألسر، يبقى ما تعملش باريامين. العلاج كونزرتيف زي ما هحكي لحضراتكم، هنعمل استومك ووش ونغسل بطن العيان. بس عشان اديكم لازم نتذكر قصة برضو النهاردة، قصة واحدة جاية المفروض انها اخدت اسبرين كتير. اولا لو واحدة او واحد هينتحر، غالبا الانتحار ده بيبقى بنت ولا ولد اللي داخلين عليه، يعني الحدا في حد جاي منتحر شارب اسبرين يبقى بنت ولا ولد؟ بنت. وليه ولد ينتحر ليه؟ طبعا القصة قصة بنت اسمها سامية، وان شاء الله مفيش حد اسمه سامية الحمد لله. قصة سامية دي راجع بيتها كده، والبنات خد بالك معروفة عنها، تلاقي البنت الرقيقة اللطيفة اللي انت بتشوفها ماشية دي، اول ما تبقى متنرفزة ليها ماشية معينة تمشي بكتافة كده اللي هي كانت بتمشي كده طووس ده. طبعا ما قاعدة في البتاع لقيت البنت داخلة، وهي راحت داخلة على باب ايه ما احرقك فيها بنت يا خطيبي يسابني يا ماما، يا بنت يا سامية افتح يا ماما خطيبي يسابني يا ماما، الله يخرب بيتك تلت اربع عايزين نخلص منك. الام عملية بزيادة، بدأت الام تفكر ان سامية تنتحر، شفت الفكرة من مين؟ فبدأت الام تجيب مصحي لقيت ابوها وتقوم حتفورة من عقب الباب، اوعي يا بنت تنتحر. سامية طلعت اغبى، قامت رامية الموس، حاضر يا ماما حرقك، قام جايب شريط اسبرين قديم معفن كده فاهم انت، اوعي يا بنت انا شريطك كله، حاضر يا ماما، قامت حاطه شريط بس المرة دي فاضي. سامية شكلها انتحرت، الست اما يجي ابوها، ابوها جه بنتك شكلها انطحرت خطيبها سابها، اما ناكل بس لقمه ونشوف الموضوع. بداوا يجيبوا ساميه، يا جماعه انت في الطوارئ لقيت واحد وبيجري، قلت له ايوه الناس شوي شويه ودكتور والله العظيم وتضطر انك تمثل زيه في يا جماعه في تحس كلنا بنمثل يعني ده دكتور البنت بتقول ماشي، المهم البنت اللي احنا واخدينها عشان اقفلها، تعالي يا بنتي بعملها استومك ووش. انا جيت ساميه دي يا جماعه لسه بعملها استومك ووش، سبع كونزرفتيف كريم، غسيل معده وبعديها ايس كول سلاين لو فيه هيماتيمزيس، واحيانا الليزر والكي، وبتوصل حالات لسبتوتال توتال جاستريكس. انا خلصت. فاكرين رسمه امبارح؟ فاكرين امبارح؟ اوكي امبارح كنا قلنا يا خيرت ده سيليا ترام كابلت، ده اسمه ايه؟ ليفت جاستريك. وده كان مين ده؟ سوبيجيال برانس. سوبيجيال ده مين يا خيرت؟ ده سكلينيك شورت ليفت جاسترو امبلاي. ده مين ده؟ هيباتيا سوبرا ديودينال رايت جاستريك جاسترو ديودينال انقسم رايت جاسترو امبلاي سوبر بانكرياتيك وديودينال. ده اسمه هيباتيك ارتري، ماشي جنبه فين مهم جدا اسمه بورتال فين، متفقين؟ بصوا بقى سيبك من ده، لكن انا دلوقتي هرسم الفينوس سيركيليشن بتاعنا. الفينوس سيركيليشن انا ببداه بالسبلينيك فين، يبقى ده اسمه سبلينيك فين، الاس مع اس. السبلينيك فين بيلتقي بالسوبيريور ميزنتريك فين، ده اسمه انفيريور ميزنتريك فين. وخد بالك ان السبلينيك فين مع السوبيريور اس مع اس، يبقى ده اسمه سبلينيك فين. قال لحضرتك ده البورتال فين، البورتال فين بيروح ينقسم رايت وليفت عشان يدخل جوه مين؟ جوه الليفر، يبقى ده الليفر. حضرتك هنفترض كانه راس كده، يعني دي الرقبه ودي الرجل الاماميه والخلفيه. قال لحضرتك هذا السبلينيك فين ليه فينوس درينج، يبقى ده اسمه ايه؟ شورت جاستريك فينز. طب مين الفين ده؟ ليفت جاسترو ابيبلويد فين، لان هما كورسبوندنج للارتري. تخيلوا كده ان دي مثلا هقول على ده خروف واعتمادين ليا، وده الانفيريور ميزنتريك وده السوبيريور ميزنتريك. ايه رايكم يا اولاد لو انا قلت لكم في فين هنا طويل قوي، الفين ده اسمه ليفت جاستريك فين،
اسمه ايه؟ ليفت جاستريك فين. والليفت جاستريك فين ده بياخد تريبيوتريز هنا اسمها اسوفيجيال. اسوفيجيال. وايه رايك لو انا قلت لك ان ده الرايت جاستريك فين والاثنين مع بعض زي ما انتم شايفين كده؟ ده رايت جاستريك فين وده ليفت جاستريك فين. وعلى فكره ما تتوهش مني ولا حاجه، لان انا لو جيت رسمت اللور اند اوف ذا اسوفيجس ورسمت الاستومك لايك ذات، ابقى انا دلوقتي فعلا معايا الشورت جاستريك جنبي الشورت جاستريك ارتري وليفت جاستريك بيبلويد والسبلينيك فين اللي جنبه الارتري ولا الاستومك، وده الليزر اللي كان عليه الرايت والليفت جاستريك ارتري دلوقتي عليه الليفت والرايت جاستريك فين، ودول بيدرين للبورتال. طب خد اخر لقطه، ايه رايك ان هنا بيبقى في حاجه اسمها سوبيريور ريكتال فين؟ سوبيريور ريكتال فين ده بيدرين لمين؟ للانفيريور ميزنتريك. يعني لو انا جيت بالقلم الاحمر ورسمت اينا الكنال، فانا هنا بقول ان الابر وان ثيرد اوف اينا الكنال اصبح بيدرين لسوبيريور ريكتال، واللور وان ثيرد اوف ذا اسوفيجس اصبحت بيدرين للشورت جاست للاسوفيجيال تريبيوتريز للليفت جاستريك الى بورتال. ومن هنا بقى بدانا نقول البورتال فين. البورتال فين هو فينس درينج للجات. البورتال فين بيبدا منين؟ من اللور اند اوف ذا اسوفيجس عن طريق هذه التريبيوتريز، وبينتهي فين كمان؟ قال لك عند السوبيريور ريكتال فين ابر برضه في اينا الكنال. ايه ده كله بيدي لمين؟ ده كله بيدي للبورتال فين اللي داخل الليفر. طب حضرتك ليه ربنا عمل كده؟ لان حضرتك البورتال فين سيركيليشن دلوقتي يملك امونيا. لو الامونيا كفينس سيستم دخلت على الفينس درينج او على الرايت سايد هارت واتضخت هيحصل امونياكا انكفالوباتي. ونظرا لاني مش عايز الامونيا تدخل جوه فقلت يا ليفر انت تاخد الدم من اللور بارتي اسوفيجس ابر بارتي الى الكنال، تعمل ديتوكسيفيكيشن اوف امونيا وتخرجه لي. اخرجه انا ازاي بقى كليفر؟ انا اخد فين واخرج فين. قال لك الفين اللي بيخرجه هو اللي انا برسمه ده اسمه هيباتيك فينيوز الى هيباتيك فينز، والهيباتيك فينز دي داخله في مين؟ في الانفير فينا كيفا. طبعا لو افترضت ان ده الهارت يبقى ده السوبير فينا كيفا، ده رايت سايد مش كده؟ لا كان الليفر ما بقولتش انه هارت لان مفيش هارت ياخد فين ويدي فين، لكن من الواضح ان الليفر ليه ديوتي انه يسحب الدم من اللور بارتي ايزوفيجاس ابر بارتي انا الكنال، يدخل لعند الليفر يعمل ديتوكسيفيكيشن ويرجع يرده لي مره اخرى. انا هنا بقى هشرح البورتال سيركيليشن بالارقام. يعني ايه ارقام؟ يعني النهارده كفينس درينج انت اول محطه حقيقيه بتوصلها هي البورتال فين، ادي واحد. طب السؤال هو البورتال فين بيدخل الليفر يعمل ايه؟ يتقسم ازاي؟ طبعا هنا هخرج بره اناتومي وهدخل جوه المايكرو اناتومي اللي هو الهيستولوجي. وعشان ادخل في الهيستولوجي تعالى ناخد مقطع في هذا الليفر. ولما ناخد مقطع في الليفر هنلاقي طبعا الهيباتيك لوبيول الشهير الهيكساجونا. حضرتك من الواضح ان فيه هيباتوسايت كان دي شقه عماره اسمها كبد، وحضرتك كل دي هي شقق موجوده زي اللي احنا فيه ده، واللي قاعدين جوه هنا مين؟ هيباتوسايت. الهيباتوسايت اللي قاعدين هنا دول قاعدين في كراسي كده ليهم رصه معينه. طب بس ما ينفعش الشقه دي والشقه اللي فوقي واللي تحتي والبتاع ما يبقاش ليهم منور. المنور ده هي دخول الميه وخروج الفينس درينج، ها؟ وبالتالي انا افترض ان المناور موجوده ما بين هذا الهكساجون. المناور دي عباره عن عينين وبق، فاكرين دي؟ يقول لك من الواضح ان عين حمراء وعين صفراء وده طبعا ازرق اسمه هيباتيك فينيول. يا دكتور يا دكتور رقم واحد بورتال فين، رقم اثنين انا هرقمه هو الهيباتيك فينيول. هذا الهيباتيك فينيول ملايين من الهيباتيك فينيولز اللي البورتال فين، انا اسف بعتذر، البورتال فينيولز. البورتال فين واحد ادى ملايين البورتال فينيولز، ده اسمه ايه؟ اسمه بورتال فينيول، بورتال. طب البورتال فينيول ده يا دكتور الدم جواه ليه؟ عشان ده المنور اللي هيدخل دلوقتي للاوضه. طب الاوضه فيها مين؟ هيباتوسايت، وده اللي هيشتغل.
طب الهيباتوسايت دوره ايه؟ دوره انه ياخد الدم يكسره. فبالتالي احنا كهيباتوسايت بنبص على المنور هنا والمنور هنا والمنور هنا، بديهي ان لازم ترتيبتنا تتغير، لازم كلنا نقعد في استقبال هذا الدم. فكلنا قعدنا على هيئه ساينوسايت والدم بقى في ساينوسايت حوالين كل المراكز بتاع التخرج اهو، واللي زايد يا اولاد يقعد حوالينا، يقعد حوالينا. لكن احنا لازم نكون ساينوسايت. ومن هنا الدم بدا من البق يبثق او يبثق عشان يروح ينط هنا في رقم 3. رقم 3 هي الساينوسايت. يبقى النهارده 1 بورتالفين، 2 بورتالفينيول، 3 الساينوسايت. الساينوسايت كلنا واقفين صفوف، الدم جاي بنكسر يابا، امونيا تمام. ارمي يا اولاد في نص الاوضه عشان ده المخرج اللي هياخد الدم كله. نص الاوضه اسمه ايه؟ اسمه السنترال فين. طب السنترال فين يا دكتور؟ نعم. هنديله رقم 4. لا انا حر، انا حر، انا حاضر، انا براحتي. طب السنترال فين مع السنترال فين مع السنترال فين دول بيسحبوا نفسهم فين؟ بيعملوا لنا ده، ده اللي انا هرقمه رقم 4، وده اللي انا هسميه هيباتيك فينيولز، عشان الهيباتيك فينيولز تدي الهيباتيك فينز اللي تدي انفيرفينا كيفا، وهديله ترقيم 6. اللي تدي الرايت سايد هارت هديله ترقيم 7. نفس الطالب دلوقتي يتخيل ان لو انا اكلت حته لحمه، حته اللحمه اول ما توصل الاستومك يبدا ارتيريال سبلاي، يبدا يقوم الدور بتاعها، الاستومك بيتكسر لنا فيها والاتش سي ال والهيصه. جينا النهارده خدنا الفينوس درينج، سحبنا الفينوس درينج، بدا يمشي في السيركيليشن، بدا يمشي على الاسبلينيك، بدا يدخل بورتال. تخيل دلوقتي تحليل حته اللحمه عن طريق الفينوس سيركيليشن بعد ما قامت بدور الارتري دوره، انها داخله 1 للبورتال، 2 فينيول، 3 ساينوسايد، 4 سنترال فينز بس ما رقمناهاش، هيباتيك فينيول، هيباتيك فينز، جيب من اجيبك رايت سايد هارت، وتتضخ مره اخرى. ده انت عرفت الدم اللي جه دلوقتي في المعده ازاي عرفت يتضخ مره ثانيه. طب كل ده ايه الموضوع؟ الموضوع ان الدم في هذا البورتال او هذا البورتال سيركيليشن لضغط، لضغط ثابت. هو ضغط ليه رقم متغير، بمعنى ان الضغط فيه بيبقى من 7 ل 11 او 12، ماشي همشيها لك. يبقى حضرتك امتى اقول مليمتر مركري؟ امتى اقول في بورتال هايبرتنشن؟ لما يبقى 13. لا، لما يبقى اكتر من 20 مليمتر مركري يبقى انا معايا فتره سماحه، ساعتها اقول هذا البورتال فين ضغطه عالي. جه الطالب قال لي طب ثواني يا دكتور، ثواني يا دكتور، هو حضرتك البورتال فين ده بيبقى مسؤول عن ايه جوه الليفر؟ قلت لك بيدخل الدم للليفر. طب ممكن افتح حوار مع الليفر بس بسرعه؟ يا ليفر، قال له نعم. قال له مين الارتيريال سبلاي بتاعك؟ قال له الارتيريال سبلاي الهيباتيك ارتري. قال له الهيباتيك ارتري اللي جاي منين؟ اناتومي اهو قدام حضرتك اهو. قال له اللي جاي من السيلياك ترانك. قال له الهيباتيك ارتري ده بيديك كام في الميه اوكسجين؟ قال له اسئلتك غريبه يا اخي. قال له بس سبحان الله المفاجاه ان هذا الهيباتيك ارتري بيدي 50% من الاكسجين للليفر. غريب قوي. طب ازاي؟ حضرتك انت بتدي الليفر قد ايه بالمينت؟ انا بسال البورتال الهيباتيك ارتري بتدي الكبد قد ايه في الدقيقه؟ قال له بدي 500 سي سي بالمينت. قلت له يا بورتال فين؟ قال لي نعم. قلت له انت بتدي الليفر قد ايه برمينت؟ قال له 1000 سي سي برمينت. قلت له يا ليفر الكلام ده صح؟ قال لي ايوه، انا بستقبل لتر ونص دم في الدقيقه. الكبد بيستقبل لتر ونص دم في الدقيقه. انا نفسي توحد الله كده وتشوف انا بقالي بشرح بقالي كام دقيقه، يعني الليفر اشتغل كام مره وانا بس بتكلم عنه. وسبحان الله مع ال 1500 سي سي ال 500 يدوا 50% اكسجين، وال 1000 يدوا ال 50% اكسجين الثانيه. يا نهار، وانت ازاي تخلي الفين يدي 50% زي الارتري؟ لا، ده
فين كل اتنين فين قدام واحد ارتري، ما انا خليت الالف قدام الخمسمية. طب ودي معناها حاجة برضو، ان النهاردة اخي عليه عيني فيه، يعني ايه؟ يعني يوم ما البورتال فيه ضغطه يعلى اقول لهم ما تربطوه الليفر يقول عيني فيه. ليه؟ عشان يحصل لي اكسليت الليفر دامج، عشان انا باخد 50% من الاكسجين بتاعي ما اقدرش اضحي بيه. ادوني البورتال فين، ما اقدرش افصل البورتال فين على الليفر. على فكرة ده ايه؟ ايوه. وهنا يقول لحضرتك 1500 سي سي بير مينيت توصل الى. طب قول كمان خليكم معايا، ايه اللي يخلي البورتال فين ده ضغطه يعلى؟ خليكم معايا الله يكرمك. والله انا هقولها بطريقه البطنه، مش هقولها جراحه. جراحه يقول لك بري هيباتيك هيباتيك، لا لا لا، طريقه البطنه. انا ممكن البورتال فين ده ضغطه يعلى، خليكم معايا اولاد والنبي ولولا عشان اطبق اللي بقوله. لو كان البورتال فين ضغطه عالي، اذا كان بري هيباتيك كوز، قال لك بري هيباتيك كوز يعني انت بتتكلم عن مين؟ قال لك بتكلم عن البورتال فين شخصيا. طب ايه البورتال فين؟ ايه يا بورتال فين؟ ايه اللي يخلي الضغط جواك يزيد؟ قال لهم يا حاجه من بره زي كانسر بانكنز تضغط عليا، يا اما حاجه في الوول اتريسي ستينوزس، يا اما حاجه من الانفكشن اللي جيني. قلت له الانفكشن هو يجي لك انفكشن منين؟ قال لي من سرة العيان. قلت له ليه؟ قال لي اصل في حاجه انت ما رسمتهاش، في حاجه اسمها الامبليكس وحاجه اسمها البارا امبلايكال فينز، بس ده بعد ثالث ارسمه ازاي انا. عشان كده يا اولاد كان دايما يقول لك الاطفال الصغيره ما تلعبش في سرتها، ما تلعبش في سرتها. وبعض الناس فاهمين حاجه غلط، ان يقول لك لو الطفل كده خمول كده وبتاع حط له سبرته ها في سرته يصحصح له كده الدوره الدمويه. سيبك من الكلام ده، لكن انا اللي يهمني شيء ان فعلا انفكشن عن طريق سوره العيان ممكن يوصل الليفر. ياه ده انفكشن في بواسير العيان بتعمل بورتال باين. يا ابني النهارده لما بقول لك في اسباب بري هيباتيك، طالب قال لي طب والاسباب الهيباتيك؟ قلت له لو سمحت ما تبصش للصوره دي. قال لي امال ابص فين؟ قلت له بص للصوره دي. النهارده انت عندك اسباب الهيباتيك بري ساينوسويدال يا ساينوسويدال يا بوست ساينوسويدال. عارف بري ساينوسويدال بشاور فين؟ بشاور على ده. قال لحضرتك بيريبورتال فايبروزس يا اولاد البيلارزيزس. قال لي جابتك اعمق سيروزس. لا اهدى. البري ساينوسويدال كوز ويتش از هيباتيك كوز ات از فايبروزس بسبب البيلارزيزس بيريبورتال فايبروزس. تخيل بقى لو انت فاهم طب تقول له البيلارزيزس بالبورتال فايبروزس يبقى البورتال فينيول ضغطها يعلى، يبقى البورتال فين ضغطه يعلى، يبقى الليفت جاستريك يعلى، يبقى الزيف جيب يعلى، يبقى الشورت جاز يعلى، يبقى ده يعلى، يبقى باريسيس بيبتيك انسر اسمه ايه بليدنج بايلز، يبقى كابيت ميدوزا، يبقى كل الفينز كونجستد. طب وافرض السبب ساينوسويدال اللي انت قلته بقى السيروزس. يا واد السيروزس على ما اقولكم في البطنه وانتوا اساتذتنا في البطنه. السيروزس باي ديفينيشن هو دي جنريتنج وذ ري جنريتنج نوديولز وذ لوس اوف ار دي تيتشر. يعني حضرتك كومبليت ديستراكشن للليفر تيشو، يعني السيروتيك تيشو كومبليت اوبليتريشن في الساينوسويد. البنت قالت يعني الساينوسويد اتقفل؟ قلت لها الساينوسويد الكوز سيروزس. قلت لها انت طب ما الساينوسويد اتقفل؟ يبقى ضغط في الفينول عالي، يبقى في واحد عالي، يبقى في كل سيستم عالي. جه طالب قال لي طب بص ساينوسويدا. زميله قال له سنترال فين؟ قال له يا جدع. قلت له ما ادوش رقم. قال له يبقى حضرتك انا بجري على الهيباتيك فينيولز. واكشوال الهيباتيك فينيولز عندنا مرض اسمه الفينو اوكلوزيف ديزيز. الفينو اوكلوزيف انفلاماتوري ديزيز، انفلاماتوري ديما بتقفل فتحات الهيباتيك فينيولز. طبعا طالبه قالت يبقى الفينو كلوزي بورتال هايبرتنشن. انا النهارده ما اعرفش كتير على فينو ما اعرفش كتير، لكن لو قلت لي فينو كلوزي وقلت لك ده انفلاماتوري ديزيز بيقفل الهيباتيك فينيولز اقول لك يبقى بيعمل بورتال هايبرتنشن. يعني الضغط عالي، الضغط عالي بالارقام 4 يبقى عالي في 3 عالي في 2 عالي في 1 يبقى بورتال هايبرتنشن. الله
طب ما افرض حضرتك انا بتكلم على بوست هبات الكوز، قلت لك يبقى بتكلم على خمسة، قلت لي مين يسد خمسة؟ الباتكاياري سيندروم. طب مين يسد ستة؟ انفيلفينا كيفا اوبش راتشر. طب مين يلعب في سبعة؟ قال لك رايت سايد هارت فيلير او كونستريكتيف بيريكاردايتس بيريكارديال انفيوجن. يا راجل انا مش حريف بطن ومش بحب البطن قوي، ولكن يوم واحد يقول لي كونستريكتيف بيريكاردايتس انفيوجن اقول له انت ده اللي بيعمل الكونجيشن، مش ده اللي بيعمل لود على الرايت سايد هارت، مش ده اللي بيعمل كونجيشن انفيلفينا كيفا، مش ده انا بلعب عليه، انا بمشي خطوات، انا مش ده اللي بيروح يعمل ده. انا لو واحد قال لي جمله في الام سي كيو على بط كياري سندروم اقسم بالله انا ما اعرف حاجه عنه، بس اكيد بط كياري كبوست هيباتيك كوز يبقى النهارده الليفر فيه كونجيشن، يبقى فيه انلارجمنت، يبقى النهارده العيان عنده بورتال هايبرتنشن، يعني عنده هيماتيميسيس وبليدنج فايز. انا احكي لك كل اللي عايزه في البط كياري دلوقتي، اسبابي يا بري هيباتيك يا هيباتيك، ولو هيباتيك حضرتك بري ساينوسويد بوست ساينوسويد، ولو بوست هيباتيك يبقى ابدا بالبط كياري وادخل بقى الفيو فينا كيفا وال ناس نسخه من الصور دي ولادي ولادي باباهم بيه ماشي يا ابني ولا لا؟ طيب اوكي، يبقى انا دلوقتي اتكلمت على ايتيولوجي باي ديفينيشن باي ايتيولوجي. جه الطالب قال لي طب والكلينيكال بيكتشر، قلت له كل سنه وانت طيب، ما خلصت على فكره، خلصت لانه وانس انا حطيت الرسومات دي دلوقتي الشخبطات دي، يلا يا عم خلصوا لنا بقى البورتال هايبرتنشن، يلا ويلكم بقى. طيب هنا بورتال فين، قلت يونيون اوف وات لحد ايه، الكلام ده كله قراءات، 1500 سي سي بيوصلوا بير مينيت، تلتينهم بورتال فين، تلتهم هيباتيك ارتري، نص الاكسجين بيجي من الهيباتيك ارتريول والنص من البورتال فين. دكتوره عبد الرحمن خد بالك، دخلنا باي ديفينيشن اكتر من 20 بورتال هايبرتنشن، البري هيباتيك كوز ده اللي قلته، انترا هيباتيك، بري ساينوسويدال ساينوسويدال بوست ساينوسويدال، بات كياري كونسيريجولار، لحد ما وصلت كلينيكال. ما هي الكلينيكال بيكتشر؟ الكلام يجري، الكلام يجري ليه؟ لو انا عيني على هنا العيان عنده كونجيشن، يعني احتقان، مش فاهم يعني يجي العيان ياكل لقمه، يقول لك اللقمه دي اول ما توصل للمعده والله ما بتتهضم. اولا انا عندي انوركسيا مش عايز اكل، وديسبيبسي، ولو كلت ما يحصلش دايجيشن اندايجيشن، ولو حصل دايجيشن ما يحصلش ابزوربشن. مال ابزوربشن ليه يا عم ده كله؟ يا عم انت مسال، انا ما انا بحكي لك وانت اقول، ما هو الوظائف خامله، لان الارتيريال سبلاي كل ما يروح يقوم بدوره يلاقي في زحمه فينس درينج، مش كده ولا لا؟ اتنين، هو الناس دي عندها ليفر انلارجد ولا شرانكن ولا ايه حكايته؟ قال لك على حسب، لو بري هيباتيك كوز فالليفر نورمال، ولو بوست هيباتيك كوز فالليفر انلارجد، ولو هيباتيك كوز فالليفر شرانكن على حسب. لانه لو بري هيباتيك لو بري ساينوسويدال كوز يبقى بالهرزيزس، يبقى انلارجد ولا شرانكن؟ انلارجد برضو على حسب، لان ستيج 1 بالارزيزيز هبابه وسبيلينو، ثم شرانكن ليفر عند سبيلينو، وتبدا تبان علامات الليفر سيلفينج، وفي خمسه يقول لك اسايتس، يبقى على حسب. طب وافرض انه ساينوسويدال كوز، يبقى شرانكن لانه سيراتيك، يبقى شكل الليفر ايه؟ يبقى انا لازم اعرف انا بري ولا بوست ولا هيباتيك ولا بلازر ولا ساينك، صح ولا لا؟ اللي بعده قال لك في سبلينوميجالي، البنت قالت اكيد، يعني كونجيشن، السبلين يجي يعمل فينس درينج يلاقي الدنيا زحمه. طب حضرتك لما بيبقى كونجيستد ليه؟ قال لك عشان الكونجيشن اوف بورتال هايبرتنشن، ده غير حاجه ثانيه. لو كان سبب البورتال هايبرتنشن بالهرزيزس، طب ما الديبوزيشن اوف اوفا جوه السبلين بيتكبروا، وبنعتبر السبلين وان اوف ريتيكول اندوثيليال سيستم هايبر بليزيا. طب ولو كبر يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده ماس، عامله ستيتشنج بين، عامله دراجنج بين، ضل ايج بين، بيرس بلينايتس. قالوا لكم في البطنه بيرس بلينايتس يعني ايه؟ يس، ديو تو انفلاميشن
لا مفيش انفلاميشن. نو انفلاميشن due to infarction. طب يعني يا دكتور هاي سكندري هايبر سبلينيزم الاسبلينوميجالي والبانسايتوبينيا واكتب بومارو. انا جماعه سريع لان الكلام ده انتوا خدتوه كله. قلت لي بطن ما خدش بورتا لايبر تنشن. احنا بنشرح بس واحنا يعني مكسوفين كده من الكلمتين دول لان اكيد ان انتوا يعني فهمتوهم احسن يعني. طب البورتو سيستميك كونكشن يعني يعني حضرتك في نقاط معينه لازم احترمها جدا. لما اجي اشاور هنا بقول له حضرتك اول بورتو سيستميك كونكشن. بص بقى الكلام مش حفظ. اسوفيجيال تريبيوتري رايحه ليفت جاستريك رايحه بورتا مع اسوفيجيال تريبيوتريز رايحه للازايجس والهيمي ازايجس وده سيستميك. عشان كده لو حصل هنا كونجيشن وزحمه يحصل فاريسز. اثنين هنا قال لحضرتك السوبيريور ريكتال الى الانفيريور ميزنتيريك اوبا بورتا. طب ما انا معايا ميدل والانفيريور ريكتال للانترنال ايليا. انترنال مع اكسترنال كومن ايليا كيمشي سيستميك. عشان كده لو حصل كونجيشن تكبر وتدلدل وتبقى بايلز. تلاتة حضرتك الفينز اللي راح لهذا الفين بارا برايكا الفينز تبقى بورتل. لكن انا عندي السرة كمان ليها سوبيريور وانفيريور امبرايكا سيستميك. عشان كده لو حصل كونجيشن يرمي الدم على السرة برا وده الوحيد اللي يخرج زي النافورة حوالين السرة. يقولك الدم اوين فروم امبرايكا اللي فوق السرة واللي تحت السرة وده اللي اسمه الكابيت ميدوزا. هذا هو البورتو سيستم. حضرتك خمسة أسايتس. طب ايه اللي يعمل أسايتس عند العينين دول؟ ده سؤال أورال في حالة الأبدومين. يقول لك مالتي فاكتوريال. يقول لك مين مالتي فاكتوريال؟ يا عم مالتي ايه مالتي 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 فاكتوريال يعني يعني كذا فاكتور. النهاردة في كونجيشن طب ما ده بورتا هايبرتنشن. النهاردة العيان عنده الليفر ديزيز ميبي. أنا بقول ميبي لأن في سبب according to يبقى الأنتي دايوريتيك هرمون ما بيحصلوش كاتابوليزم. الألبومين ما بيتصنعش هايبرتنشن. الانكيفالوباسي وهنا قال لك افرض الليفر امبيرد لدرجة إن فعلا الدم انتقل عن طريق هذا البورتو سيستميك كونكشن هربت أمونيا. يا ربنا خلي لنا ليفر عشان يكسر امونيا ام جه في نقاط معينه هربت الامونيا دخلت السيركيليشن وتعمل انكيفالوباسي. ايه شكل الانكيفالوباسي؟ قال لك العيان بيبقى شبه الطفل بالظبط childishness character. تلاقي نايم طول النهار وصاحي طول الليل بيكراي ومش عارف على اي حاجه يديفيكيت ويورينيت ان انسيوتابل بليسز. تاخده كده الحمام تقول له اعمل هنا البيبيز ها يقول لك لا ده سيوتب يروح يعمل في اوضه الدرس جوه عندنا غصب عنه مريض. طب حضرتك ولو دخل في الكوما ثم الليفر سيلفير ده شابتر قد كده في البطن. لكن عموما هي رحله راجل كان عنده جاينيكوماسيا بالمر اريزيما كان عنده سبايدر نيفاي كان عنده ايكيموزيس كل دي كانت علامات موجوده. واي عيان عنده ليفر سيلفير عيش بقى ادي البالمر ايريسيما وادي الجوندس وادي السبايدر نيفار. طبعا السؤال ده بصوره كويس لانه مكرر ديفرنشال دايجنوز اوف ابر جي اي ان ايج الفرق. دخلنا على الانفستيجيشن ايه الفحوصات اللي نعملها العيان عنده بورتال هايبر تنشن يا رجاله. يلا سوري ماشيين كويس. قال لك تعالى نلعب الاول ونشوف الليفر. الليفر لو امبيرد يبقى الالبومين قليل بيليروبين عالي بروثرومبين تايم برولونج والكونسنتريشن قليل. يلا نشوف ليفر ستيت ايمينولوجيكال ستادي تيومر ماركر. يلا ناخد ليفر بايوبسي بعد ما نظبط البروفايل. يلا نعمل سونار. اكيد اكيد السونار بيوريني الليفر سيروتيك اولولوجيت وبيوريني الاسايتس واخبار السبلين. يلا نتفرج على فاريسز. ده نورمال اسوفاجس يا اولاد. ده منظار بيوريك الدوالي ده كانك بتوصف دوالي رجلين. حضرتك ده الباريوم سوالو اللي بيفرجك على مالتيبل فيلينج ديفكتس. المالتيبل فيلينج ديفكتس اللي انت شايفها دول ده الدوالي ده هو ده الفاريسز. عشان كده بنقول اذا المنظار والباريوم سوالو
هنا بقى يقول لك ايه؟ عيان بورتال هايبرتنشن، عملنا باريوم سوالو صورنا فارس، ليه يا اولاد نعمل باريوم انيما؟ ليه من تحت باريوم انيما؟ عشان بايلز، عشان بايلز. طبعا دي الاجابه الخاطئه الكارثيه يا اولاد. ده في حاجه اسمها بالهرزيا البوليبس، في حاجه اسمها بالهرزيا البوليبس. البلهارزيا البوليبس دي موجوده في سيجمويد. ارجع كده بطنه، يقول لك ايه قيمه البي ار في حاله ابدومن عشان حضرتك البلهارزيا البوليبس. لكن الاجابه الخطا اني اقول له اعمل باريوم انيما عشان اصور بواسير. البواسير دي الشرج اهو، البواسير مدلدله من براه، ده انا بدايه الحقنه بتبدا من الشرج. ازاي هتطلع بواسير فيلينج ديفكت؟ فاهمين اللي انا بقوله؟ ما انت عديتها وبدات تحي لان هي خارجه بره. قال له حضرتك ديتكشن اوف هايبر سبلينيزم، اعمل وظايف، شوف البانسايتوبينيا، كل حاجه في الارض، السونار عملناه قبل كده، خد بون مارو بايوبسي، راديو اكتيف ايزوتوب ده اتلغى، اعمل الترا ساوند، اعمل سي تي، اعمل ديجيتال سبتراكشن انجيوجرام. انا نفسي والله تفهم الصوره دي جميله قوي. الخروف، خليكم فاكرين الخروف ده مين؟ اللين السبلينيك. وده مين؟ بورتس. وده الليفر، وده السبلين، وده سبلينيك. ناقص الرجلين صح؟ طب الرجلين ليه مش ظاهرين في تكنيك اسمه سبلين بورتوجرافي؟ يعني انا حاقن صبغه في السبلين ماشيه بورتال، ليه الرجلين مش موجودين؟ شاطره، هو دي الاجابه. اصل يا فندم انا حاقن فهم ماشيين، يبقى ليه ينزلوا؟ ده الدم المفروض طالع مش نازل، فبالتالي اللي قدامكم ده اسمه سبلين وبورتوجرافي. يا خبر، ده انا بفيجواليز البورتال فين والله، لو في ستينوزس او اوبستراكشن. طب افرض ان عايز امسح العظم ومال سبتراكشن اللي قلناها كتير قبل كده، استيميت البورتال بريشر لحد ما ظهر تشايلد مخ تشايلد مخ كلاسيفيكيشن. التشايلد كلاسيفيكيشن انا بلعب منه خمس اسئله، انا كاني في الاخر بحدد بورتال هايبر تنشن بلعب على خمس اسئله. خليكم معايا. انت دكتورنا العظيم، انت نائب بتاعنا عم عبد الرحمن، البين نائب بتاعي، وجي قال لي حجزت لك بورتال هايبر تنشن، ما اعرفش ليه بصراحه، احنا ما متوديه بطن. سالته عملت نسبه البيليروبين، قال لي البيليروبين كام؟ قلت له نورمال اقل من 3 ملي، اقل من 1 ملي جرام بير سنتي. قال لي طب والصفرة امتى؟ قلت له اكتر من 3. قال لي يعني من 1 ل 2، 2 3 اكتر من 3. لو اكتر من 3 ادي 3، لو 2 نقاط. طيب البوم، قال لي القلبه من اكتر من 3.5 جرام بير سنتي، خد بالك جرام وملي جرام. طيب القلب من بي ال يبقى من 3.5 ل 3 اقل من 3 نقطه 2 3. فاهمين يا اولاد؟ نقاط. يعني من الواضح ان النقاط كل ما تبقى اعلى كل ما الحاله اسوء. يلا ناخد اسايتس، قال لي مفيش، لا في كنترول، لا في نوت كنترول. يلا ناخد نيورولوجيكال، قال لي نان مينيمال انكيفالوباثي. طبعا انا سبت اخر حاجه نيوتريشنال، لان قلت له طب والنيوتريشنال ستيتس عامله ازاي؟ قال لي اكسلنت، لا دي جود، لا دي بور. قال لي اكسلنت، طب معلش يعني اكسترا كال ساندوتش بقى اكسلنت ولا جود؟ اقولها ازاي؟ يبقى كان لازم يتشال نيوتريشنال ستيتس ويتحط حاجه اقيم منها اسمها البروثرومبين تايم، واسميها موديفايد تشايلد. بس انا لو جيت سالت اي طالب دلوقتي بعد الخمس اسئله اقل رقم ممكن تقوله لي كام؟ 5. واكتر رقم 15 صح؟ لو طلع يا ابني من 5 ل 7 نقاط، يا 8 ل 11 يا 12 15. قول تشايلد اي، قول تشايلد بي، قول تشايلد سي. لان تشايلد اي قال لك ادخل بيه عمليه، قال لك سي انقى ان اي ان فيت ان سيوتو، قال بي قال لك مارجنال. يعني ايه مارجنال؟ على حسب هو قريب لايه، لل8 ولا بالظبط؟ افرض طلع 8، طب ما انا اظبط له قلبه من اظبط له بتاع اوصله 7 صح؟
ولو انت 11 لا خلاص يبقى هو طول بوصله حاجه خليه 12 يبقى اذا انا النهارده معايا تشايلد اي بي سي وظهر الموديفايد تشايلد وهنا الموديفايد تشايلد اللي انا بدات احط البروسترومبين ساين بداله يا اولاد بروسترومبين ساين ادي نقطه لو 12 16 ثانيه 16 18 اكتر من 18 دلوقتي البورتال هايبرتنشن مع التريتمنت والتريتمنت شايفين كل اللي مكتوب ده اشطب الجدول ده وابدا من هنا سيروتيك بيشنت ويز اكتيف بليدنج ده سؤال تحليل واحد سيروتيك بيشنت ويز اكتيف وايش معنى اخترت سيروزس بقى بذمتكم النهارده السيروزس ولا البلهرزيزس يكسب طبعا سيروزس طبعا and so سيروتيك بيشنت ويز اكتيف بليدنج اول حاجه هعملها يا جماعه واكتبها ريتن اي ماست تو ريستور بلاد فوليوم فريش بلاد ادي العام دم ادي مورفيا ليه قال لك اصل المورفيا سيديشن فور بيشنت وانا العيان خايف يدخل مني في نيوروجينيك شوك قال لك المورفيا ما تدهوش لا مع الهيتروما ولا مع الليفر ديزيز لان كانوت ميتابولايزد مش كده ولا لا قال لك طيب هاو تو بريفنت انكيفالوباسي انا خايف من انكيفالوباسي عارف الانكيفالوباسي ده اكتر يجي منين مش من الدم اللي اتسحب دي كلينيكال بيكتشر الامونيا اللي حصلت ده اثناء الفوميتنج لان العيال دلوقتي بيفوميت يبص دم يبلع دم ينزل في الانتستين دم في الانتستين يفرمنتد الى امونيا ومهاجم على السيركيليشن اللي الليفر مش شغال فيها فيعني تخيل ده عشان كده قال لك عايز تمنع انكيفالوباسي قلت له قال له اشفط الدم يبقى استمك وش من فوق واعمل انما من تحت ودي سترونج لاكستيبس ملينات واعمل اورال لاكتيلوز يمكن قالوا لكم ده ملين طبيعي علبه قد كده تقول عن خد منها معلقه الاورال لاكتيلوز ليه مميزات انه بيحصل له سبليتنج ويدينا لاكتيك اسيد بيكومباين مع الامونيا ويدي لاكستيف افكت يعني عارف انت ايه انا خايف من مين خايف من الامونيا يبقى هات حاجه تدي حاجه تاخد الامونيا وتدي لاكستيف افكت تنزل بيها حاجات جميله جدا ودي نيومايسين علشان الفلورا اللي بتفرمنت الدم يا حليله يبقى خطتي كلها كبيره على اني لازم اوقف انكيفالوباثي حضرتك دلوقتي دورك على انك توقف النزيف والترتيب يا جماعه كان يقول لك الترتيب اجابه سؤال ده ترتيب نمبر 1 ادي فيتامين كي دايسينون كوناكيون لكن الكلام ده مش هيوقف الدم دلوقتي ده قدامه يومين على الاقل يبقى انتقل للي بعده اندوسكوبيك احن وطبعا الحقنا حضراتكم عارفين انجكشن سكليروسيرابي سمعت عنه قبل كده بس سمعته انجكشن كومبريشن مع الدوالي النهارده بعمل انجكشن احن 5 ملي ايثانولامين اولييت او نص ملي ازوكسيسكليرول امتى 5 امتى نص لو هتحن انترافيريسيال احن 5 لو بيري نص ونفسي اعمل فايبروزس مش ثرومبوزس قلت لكم دي مره قلت لكم ان الفاريكوس فين لما بحقنه انا بقفله عشان عايز اعمل فايبروز انا النهارده ما اقدرش اعمل فايبروزس لكن قادر احقن جوه يعمل ثرومبوزس وبره يعمل فايبروزس عشان كده الايزوكسيس كليرول ده يا اولاد لما يجي على الفين من بره يقفله يا جماعه مشكله دوالي المريء انها كل شويه بترجع ينفع احقن الاثنين سوا احقن ينفع احقن اكتر من حقنه احقن طب ايه عيوب الحقن حرقان ريكارنسي ألسريشن في الإسافيجس فيفر بيرفوريشن يا لهوي تخيل بيرفوريشن يعني انت داخل في الإسافيجس عشان تحن خرمته يعني الكوز اوف ديس غباء طبيب ما عملهاش غير كده وخد بالك تبقى في الاسم هناك بيلسعوك على قفاك كده تيكا تيوا كده ها وهناك بقى انتوا عارفين بقى الثقافه بقى يقول لك انت موت الواد يا دكتور فتقول له دي كانت اول مره احقن بذكاء الخارق يعني اول مره تحقن تقوم تخرمه طب ما كنت تبدا من تاني مره يا دكتور انت فاهم ولا لا طالما خايف من اول مره ابدا حياتك العمليه من تاني مره الناس دي ليها دماغ عاليه قوي يا جماعه عجبكم الكلام ده؟ طيب
اوكي اندوسكوبيك باند ليجيشن. قال لك بنجيب اساتيك، الاساتيك دي باجي بيها للدوالي ديت البيديكلز دي واقفلها يا جماعه امسكها. طريقه الاساتيك، طريقه الاساتيك دي في مسدس بامانه بامانه في طريقه اسمها بارون. بارون دي بتستخدم لعلاج البواسير، يقول لك بيجيبوا البواسير يمسكوها ويطلقوا عليها استيك ومسك البيديكل، يعني عم يقعد في ميه دافيه تقع البواسير لوحدها. طبعا لما نجحت جربوها ايسوفيجاس برضو ووقفت البليدنج هناك، عشان كده من طرق استخدامي البارون الباند لايجيشن. الله اكبر العظيم شديد، الله اكبر على الظالم والمفتري. حضرتك بنعمل ايه مع الحقن؟ فازو بريسور. ايه فازو بريسور دي؟ قال لك بنجيب ادويه يا اولاد تعمل فازو كونستريكشن للسبلانكينج فيسرا. افهم الفكره، ما انا لو قللت الدم اللي رايح للجت اكيد الفينوس درينج يقل. طبعا الادويه ديت منها الفازو بريسين ومنها الجلايبريسين واحسنهم سوماتوستاتين. بس في مشكله ان لو جبت امبول فازوبريسين وشوشته والنبي تروح للجت هيقول لي طب ما هو من ضمن الفيسرا الكورونري، هقوم عامل لك سبازم للكورونري، عيان كاردياك راح مني. عشان كده بقى كونترا انديكيتد الفازوبريسين مع الكاردياك بيشنت. قال لي ده انا كمان لما عملت فازو سبازم عملت دايريه، عن جاله اسهال. شوفها وحوش. الفازوبريسين بدي قديم جرعة رخمة صح؟ قال لك بدي 0.2 يونت بركيجي. مش فاهم، تخيل واحد وزنه 100 كيلو يبقى ياخد قديم؟ يبقى ياخد 20، يبقى 20 وحدة لو وزنه 100 على 200 سي سي. 200 انا دايما بلعب 500، هات 200 سي سي جلوكوز 5% اوفر 20 مينت. خدتوا بالكم من الارقام الاثنين والصفر؟ يبقى 20 220. ادي طبعا السايد افكت انا قلته في كلامي، جلايبريسين افضل سوماتوستاتين افضل بس فيري اكسبنسيف. ردا على سؤال زميلنا بالون تامبونات، بالون تامبونات، قال لك هنبدا نجيب البالونه. انا بقى هنا يا فندم النزيف منين؟ لو على الصوره انا نزيف من الشورت جاستريك يا اسوفيجيال، يعني ده ده. فبدا يقول لك انا هجيب كرتون طويل، الكرتون ده عباره عن بالونتين وكل بالونه متصله باليومين، بالونه اسمها اسوفيجيال وبالونه اسمها جاستريك اللي هما دول، وفي فتحه ثالثه. الفتحه الثالثه دي انا بعمل سكشن للدم اللي في المعده. هبدا بسم الله السنجل سيكند تيوب، دبل بالون، تريبل يومين، سنجل سيكند تيوب، حضرتك بدخلها من النوز للانبوبه. ابدا بفتح مين؟ الايسوفيجس. بتبدا انا اسف الاستومك، بتحن في الاستومك. ايه الاستومك فيها هواء ولا زيبه؟ هواء. يبقى بتحن هواء، ضغط 200 مللي هواء، وتشد البالونه ثم البالونه تيجي على الفندس تقفله. النزيف وقف ان شاء الله، ما وقفش يبقى حضرتك ابدا انفخ زوجيه البالون زيبه 40 مللي. شد. سؤال، البالونه دي مالها؟ هتارست البليدنج؟ طبعا ان شاء الله. قول عادي بس طبعا. يعني ايه طبعا؟ تعمل كومبريشن. النهارده الكبد اهو كومبريشن، هتوقف النزيف. طب وحضرتك البالونه دي هتفضل محطوطه في العيان قد ايه؟ مين يعرف؟ جدع، لا لا 24 ساعه صح. عشان كده انا اتسنت في الماستر مره، انا طالع فضل الله فضل الله طالع الثاني في الماجستير على الدفعه، وكنت بدخل اتخانق لان الماستر غير البكالوريوس بتاعكم ده. ماجستير يعني كلامك مش عاجبني، اقول له كلام حضرتك اسف مش عاجبني، واقاوح معاه. طلع الثاني على الدفعه واداني جار قال لي ده، قلت له ما اعرفش. انا امتحنت عين شمس، خدت عين شمس تخيلوا عشان الدروس كانوا موقفين للدنيا هناك. خدت الماستر عين شمس يعني بامتحن مع دفعه مش دفعتي وناس ما اعرفهاش ولا نظام ولا اساتذه، وفضل انك كنت تاني على الدفعه.
كان عندنا دكتور من عندكم الازهر جالي اكسترنال وكنت خايف يعرف اسمه قال متولي ده من الدروس برضو يعني قلت هتفضل تطاردني يعني. كان دكتور حاجه مجاهد مش فاكر مين بقى في كلمه مجاهد انا فاكر والله يعني المهم عدى فضل الله لكن كنت ادخل اقول ايه البرطمان ايه اللي فيه ده قلت له ما اعرفش ايه اللي فيه قال لي ده تانك قلت له طب وده ايه اللي يبينه تانك اتفضل اسالني قول لي بقى كلمني على اكلمك ده انا اقول لك اللي انت عايزه بصوا ريت كنا فضل الله داخلين كبابره حاجه كده فضل عشان بدي دروس يعني الدروس خلتنا الكتاب ده مش معقوله يعني كنا بندخل بقول له عارف بكام فمن ضمن الاسئله اللي انتوا بيقول لي بيخرجني بقى قال لي طب السنج سيجن دي زي ما البي قال 24 ساعه قال لي شداه ازاي قلت له يعني اعمل كده يعني ايه شداه ازاي مش فاهم سؤال سعادتك قال لي مش انت هتثبتها 24 ساعه قلت له قال لي تثبتها ازاي قلت له فهمت سؤالك اخيطها في النوستريل والله العظيم يا جماعه ده اللي بنعمله في الرايل لما بحط رايل عشان عين ما يشدوش بقوم مخيطها هنا غرزه في النوستريل واحط بلاستر عشان اهله بس ما يجيبوش انا مخيطه ليه قلت له خايفه في النوستر قال لي لا قلت له طب مش عارف الاجابه وهنا من حق اقول له ايه الاجابه ولازم يقولها قلت له ايه الاجابه قال لي تشد الخراطيم كلها وتربطها على طرف السرير ده انت قديم قوي قلت له طرف السرير وافرض العيان عايز في ال 24 ساعه يعمل حمام طب افرض العيان حرك جسمه خطوه قدام طب ما هيريلاكس الشده كمان يا بنت الرايل بتثبته ازاي بالطريقه دي ولا بتثبته بغرزه انت يا جراح استاذي بتثبته ازاي اتعلم منك قال لا طبعا بغرزه قلت له طب ما ثبت الرايل بغرزه غرزه يا جماعه بناخد غرزه هنا لا بلاستر ده اللي انت بتشوفه بره لكن انت ما تعرفش اللي جوه ما تبقى دكتوره تعرف اسرار الحاجات دي كل مره بيتغير الرايل بيتحط ما تغيرش رايل هو رايل واحد انت بقى بتغسله لا انا بتكلم اي رايل عموما عامله يعني ليه وظيفته بيتم هو واحد ليه كل شويه غير رايل ده أثرت البول ما بتتغيرش كتير المهم قال لحضرتك بعد مرور 24 ساعة يس دكتور بيسأل طالب قال له تعمل ايه في ال 24 ساعة دول قال له عليك ده حياتي الشخصية قال له لا تعمل ايه العيان قال له سوري فاكر حضرتك تعمل ايه يعني ان انا اعمل ايه معلش فانا مش بس متواضح حضرتك عامل عيان عامل فحوصات ليه قال له عشان الفحوصات اقدر اجاوب بيها للتشايلد واقدر احدد ده تشايلد ايه ولا بي ولا سي قال له طب حضرتك ايه عيوب البالونه 24 ساعه العيان كانوتكس وكان سوالو سلايفا العيان كل ما يجي يبلع خرطوم محطوط جوه بيتف لدرجه عمال يتف في كوبايه جاب لي ازازه محلول ملح من اللي خلصت ديت اطعمها له بمشرب كده افضل تف فيها العيان عايز ينام طب هيتف ازاي فيبدا يجي له اسبيريشن نمونيا شيست انفكشن طبعا في كوكب اليابان قال لك احنا ما نسيبش العيان يتف يعني ايه العيان يتف افرض هينام يبقى اذا انا لازم اعمل انبوبه رابعه كل هدفي اني ادخل للإسوفيجس واشفط السلايفا عشان ما تعملوش اسبيريشن نمونيا ومن هنا ظهرت المينيسوتا اربع خراطيم طبعا مينيسوتا الفرق بينها وبين سينج ستيكن غاليه جدا فبالتالي احنا بلد يا جماعه على قدنا يبقى امشي السنج ستيكن وبالفعل مينيسوتا احدث انبوبه واللينتون اقدم انبوبه اللينتون ده كان جاستريك بالون اونلي طبعا جينا هنا في الامرجنسي ونقطه امرجنسي برغم ان هي لو خدتوا بالكم ناقص لي ورقتين لان الورقتين دول ما بدهمش في المحاضره لازم ابدا بيهم محاضره عشان ان شاء الله تكونوا فريش ان شاء الله لقائنا بكره ان شاء الله المحاضره شكلها كده معايا بقت مرسومه 4:30 فاحنا 4:30 يعني 4:30 ان شاء الله يعني انا بزوز انتهى الناس تكون مصليه العصر انا هاجي اصلي العصر واتسلك على الله شكرا.